الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا. يوم جديد ومتابعه جديده لاهم الاخبار في الحياه اليوم. يمكن زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح ومن ايام ان الخبر الاهم عندنا واللي هنتابع طبعا كل تفاصيله والجديد فيه هو منتدى شباب العالم، الحدث الابرز اللي ان شاء الله هينطلق رسميا بكره ان شاء الله تعالى ولغايه يوم الخميس الموافق 13 يناير. زي ما كنا بنتابع طبعا في ورش سواء امبارح او سواء النهارده هنتكلم عنها، لكن بشكل كده نقول بعض المعلومات المتعلقة بالمنتدى. المنتدى زي ما حضراتكم عارفين بيشارك في إدارته وتنظيم فعاليات النسخة الرابعة مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم بدون أي مقابل مادي. الشباب دول هم من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وكمان من الأكاديمية الوطنية للتدريب. ده بالنسبة للناس اللي بتشتغل في إيديها، شباب زي الفل، شباب مؤهل إن هو يتعامل طبعا مع المسألة التنظيمية والإدارية وكمان إدارة الورش اللي بتكون على هامش المنتدى. لكن بالنسبة للتمويل، زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير من المؤسسات الوطنية والدولية هي اللي بتتولى الرعاية والإنفاق على المنتدى. كل نفقات المنتدى بتكون على حساب الرعاة بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مادية. ويمكن كنا تابعنا مع حضراتكم الخبر ده ومتعلق بجزئية مهمة إنه تم التبرع بمبلغ كبير الحقيقه للمساعده في اللي هي المبادرات التنمويه اللي بتقوم بيها الدوله المصريه، بنتكلم على حوالي 50 مليون جنيه من فائض الموازنه الخاصه بالمنتدى واللي بيتحملها الرعاه زي ما بقول لحضراتكم. على مستوى بقى الفعاليات التحضيريه للمنتدى بنتابع مع حضراتكم، شفنا طبعا الورش اللي حصلت امبارح واللي كانت موجوده النهارده واللي هتنتهي بكره ان شاء الله بقى بانطلاق المنتدى بشكل رسمي. شارك عدد كبير من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الشباب من عدد كبير من دول العالم كانوا حاضرين في هذه الورش، كانوا بيناقشوا طبعا في محاور كتيرة تم التعرض ليها. محور متعلق مثلا ب ورشة عمل حوالين تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، ويمكن في الورشة دي كانوا بيتكلموا إزاي نشتغل من أول ما تطلع الفكرة وبعد كده نساعد بقى في الشغل وفي التنسيق، وإزاي إن الشركات الناشئة نقدر نساعدها كمان عشان توسع نطاق عملها ويبقى ليها مردود كبير على الأرض. كمان من ضمن الفعاليات اللي حصلت النهاردة وهو انطلاق ورش العمل مختبرات منتدى شباب العالم وكمان انطلاق ساحة الابتكار والإبداع freedom.e تحت شعار العودة معا. وفي كمان جزء متعلق بقى بالشباب اللي يعني احنا عارفين ان كان في عدد كبير من الشباب اللي تقدموا للمشاركة في المنتدى، رقم كبير 500,000 طلب اتقدم للمشاركة في فعاليات المنتدى في دورته الرابعة، لكن طبعا نتيجة الإجراءات الاحترازية والظرف الحالي فتم تقليص عدد المشاركين. عشان كده المنتدى استحدث تطبيق من خلاله هيقدر اللي ما حلفوش الحظ وانه قادر يشارك في المنتدى بشكل فعلي هيشارك بشكل افتراضي علشان يكون بقى في التفاعل المطلوب، سواء بقى من الموجودين ومشاركين فعليا في المنتدى او اللي عندهم الرغبه ان هم كمان يكونوا عارفين ايه اللي بيحصل في الجلسات، يتكلموا ويطرحوا افكارهم. على كل الاحوال احنا النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقره هنتكلم من خلالها على منتدى شباب العالم في دورته دي وايه الجديد واهم العناوين واهم الورش واهم الجلسات ان شاء الله. ده هيكون في
الاستوديو مع الكاتب والمحلل السياسي استاذ اسلام عوض. وكمان زي ما قلنا لحضراتكم احنا مش بس هنتكلم في الاستوديو لكن هنروح على شرم الشيخ، ومن الارض هناك معانا طبعا زميلنا العزيز مصطفى شردي اللي موجود هناك، فبتبقى فرصه يكلمنا اكتر طبعا على اللي بيحصل هناك وعدد من اللقاءات المهمه اللي هتكون معاه النهارده ان شاء الله. معانا دلوقتي على التليفون استاذ حسام الدين محمود، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. برحب بحضرتك معنا استاذ حسام، وطبعا بيكلمنا من شرم الشيخ. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. مساء اهلا النور. اهلا وسهلا. ايه الاخبار في شرم واخبار النهارده ايه بقى بالنسبه للمنتدى والورش اللي شغاله؟ الحقيقه احنا النهارده كنا في مجموعه من الورش، وامس على مدار يوم 8 و9 الورش التحضيريه لانطلاق منتدى شباب العالم، ودي طبعا بيكون دورها تخرج مجموعه من التوصيات الخاصه بالجلسات اللي بتكون في المنتدى. أيوة. طبعا استعداد كبير جدا، وكان في مجموعه كبيره من الورش بتتناول موضوعات كبيره جدا بتهم كل الاطراف سواء الاقليميه او الدوليه او العالميه، وبتحتك بكافه القضايا اللي بتهم يعني نقدر نقول المجتمع الدولي ككل. فالحقيقه كانت مجموعه من الورش متميزه جدا ومخرجاتها يعني عظيمه الى حد كبير، واعتقد انها تكون ايضا جزء هام من توصيات منتدى شباب العالم في ان شاء الله في نهايه هذه النسخه المتميزه بكل ما تقدمه. الحقيقه نسخه مميزه بالفعل. رابعه من منتدى شباب العالم. اهميتها كمان جايه يا استاذ حسام لو سمحت لي من الموضوع او العنوان الابرز للمنتدى في دورته المره دي، وهو عالم ما بعد كورونا. يعني لما بنتابع الورش النهارده كلها ليها علاقه بما بعد الجائحه، سواء بقى التعليم او التحديات البيئيه والمناخيه، سواء بنتكلم كمان على الوضع الاقتصادي وافكار جديده وشركات ناشئه. ازاي المحاور دي تم ترجمتها من خلال العنوان الرئيسي للمنتدى في فعاليات الورش يا فندم؟ الحقيقه منتدى شباب العالم في طبيعته هو منصه ابداعيه، وبالتالي هو بيناقش كل ما هو ابداع وابتكار. فالنسخه الحاليه بتناقش ما بعد كورونا، مش فقط الاحداث اللي حصلت في ظل هذه الجائحه او المشكلات، لا ده بتناقش ما بعد كورونا، ازاي التعافي بالنسبه للتعليم، ازاي الشباب يكون عفوا يواجه التحديات البيئيه، مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحه. ايضا اتكلمنا في مسارات التعافي الخاصه بالتعليم، واتكلمنا عن جوده حياه الانسان وبناء الانسان، وكان تجربه دوت طبعا حياه كريمه، التجربه المصريه العظيمه اللي تعتبر تجربه ملهمه للعالم ككل. واتكلمنا ايضا عن مستقبل افريقيا ما بعد الجائحه في ضوء اجنده التنميه المستدامه الافريقيه 2063، وانا شرفت ان انا كنت احد المشاركين النهارده، وكان لها مجموعه من التوصيات الهامه جدا واللي تناولت ايضا كافه القضايا الافريقيه اللي نقدر نقول انها قضايا عالقه او قضايا مزمنه في القاره الافريقيه. فالحقيقه النهارده هذه الورشه كانت متميزه بالفعل، وقدمت مجموعه من النماذج الشبابيه الفاعله في الملفات المختلفه بالنسبه للشان الافريقي. كمان اتكلمنا عن رياده الاعمال وعن طب قبل رياده الاعمال استاذ حسام اسمح لي، في الشان الافريقي تحديدا طبعا الملاحظ ان العدد الاكبر من الشباب المشارك في المنتدى هم من افريقيا، وطبعا ليها اشاره ودلاله مهمه جدا. ولما تتكلم على تواجدك في القاره وعلاقاتك الطيبه الحمد لله واستعادتك لمكانتك، اهميه انك بتستضيف بقى شباب من افريقيا، تتكلم عن هموم القاره، تتكلم على التعاون وتبادل الافكار مع الشباب من القارة. طبعا المسألة تعود لعام 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد. منذ هذه اللحظة واحنا بدأنا نتحرك في افريقيا ونستعيد الدور المصري بقوة، وانا اتصور انه كان هناك بعض من الموضوعات اللي اخترقتها الدولة المصرية في افريقيا لم تكن مسبوقة من قبل، كما ان كان هناك زيارات على المستوى الرسمي الدولة المصرية في افريقيا ايضا لم تكن مسبوقة. فده خلى الشباب الافريقي النهارده الطامح والذي يسعى لايجاد فرص ان هو ياخد من مصر نموذج. يعني اذا كانت الدول الافريقيه بتشوف مصر نموذج، ما بالك الشباب الافريقي النهارده، فبيعتبروا الشباب المصري نموذج ليهم. اضافه الى دوت نتذكر في مؤتمر المناخ جلاسكو الاخير في نوفمبر اللي كان في بريطانيا، المجموعه الافريقيه انتخبت الدوله المصريه، المجموعه الافريقيه في الامم المتحده انتخبت الدوله المصريه لتستضيف مؤتمر المناخ القادم اللي هيكون في نوفمبر 2022 نيابه عن افريقيا. فالنهارده يعني نقدر نقول ان افريقيا تستند الى مصر، تسعى بكل جهد ان هي تاخد تجربه الدوله المصريه الرائده والمتطوره
بحيث انها تطبق في كافه انحاء الدول الافريقيه، وبالتالي الشباب الافريقي حريص جدا على انه يتواجد في هذه المنصه الابداعيه والمتميزه، يستلهم هذه الافكار اللي موجوده ويحاول ان هو يطبقها في الدول الافريقيه المختلفه. طيب قبل ما يعني واحنا بنتكلم على الشرق الافريقي، كنت حضرتك عايز تكمل بقى الجزئيه المتعلقه برياده الاعمال، ازاي تم برضه طرح الفكره دي في المنتدى او في ورشه العمل؟ هو كانت ورشتين متعلقين بالامر ده، الخاصه بتنامي دور التكنولوجيا الماليه في الاسواق الناشئه، لان افريقيا ايضا فيها هذا الجانب من الاسواق الناشئه، وازاي تكون هناك تجارب رائده في هذا المجال. والحقيقه تم استلهام مجموعه من التجارب المختلف الدول في العالم، واللي كانت بدايتها بسيطه جدا واصبحت عملاقه. كمان رياده الاعمال تم طرح مجموعه من التجارب، ومنها في مصر هنا الحقيقه اصبحت جزء من البورصه العالميه. فالنهارده ده خلى الشباب بدلا من انه يطمح انه يعمل في قطاع خاص او انه يعمل في قطاع حكومي، ان هو يفكر ويبدع ويبتكر ان هو يحقق حاجه من خلال مفهوم رياده الاعمال. فالنهارده ما بعد جائحه كورونا والظروف اللي ممكن تكون يعني منطقه او قاره زي افريقيا تعاني منها اكثر من اي قاره في العالم، فالنهارده ينبغي على الشباب ان هم يسيروا بهذا المنهج الجديد وهذا الفكر المتجدد اللي ممكن يخلق ليهم فرص حقيقيه من العمل، وبالتالي يصنع اسواق جديده ناشئه، وبالتالي ايضا يضيف للاقتصاد الافريقي يعني اليه جديده للعمل من الممكن ان هي تعلي من شان القاره الافريقيه. طيب في برضو في ملف تاني متعلق بالتعليم، ويمكن واحنا عملنا طبعا التعليم عن بعد، ويعني الحمد لله ان كنا جاهزين ومستعدين ببنيه تحتيه ساعدتنا على الملف ده. النهارده بنتكلم برضو على ونرجع للقاره الافريقيه، تاهيل 1,000,000 معلم بافريقيا على مهارات التدريس عن بعد. صحيح، خليني اقول لك انه مصر نجحت في ظل جائحه كورونا الحمد لله رب العالمين نجاح كبير جدا في انها تتخذ اجراءات استباقيه على كافه المستويات، ليس فقط على المستوى الصحي ولكن على كافه المستويات، وكان من ضمنها مستوى التعليم. هناك دول كانت تظن انها تملك من التقدم والتطور الذي يجعلها لا تتاثر بهذه الجائحه، وراينا جميعا انها تاثرت. فبالتالي مصر كانت حريصه اكثر من دول اخرى، وبالتالي نجحت بفضل الله ان هي تتخطى هذه التجربه. فكان ضمن هذه التجربه تجربه التعليم عن بعد، واللي الحقيقه ايضا نجحت فيها الدوله المصريه يعني نجاح عظيم جدا. فاحنا حريصين، خليني اقول لك دي بوضوح، ان القياده السياسيه في مصر الدوله المصريه حريصه انها تقدم كل سبل الدعم للدول الافريقيه، الدول الجاره والدول الخاصه بالقاره الافريقيه ككل، بانها تتطور وتنهض، لانه احنا بنعتقد انه يعني المستقبل افريقيا جزء لا يتجزأ من مستقبل الدوله المصريه. فده ياتي في اطار حرص الدوله المصريه على العلاقات الافريقيه، وايضا الدور الانساني والريادي الدائم للدوله المصريه في محيطها الافريقي. طيب مش بس في المحيط الافريقي، لكن كمان احنا طبعا عندنا بنستضيف شباب من كل دول العالم، 196 دوله على ما اعتقد لو الرقم دقيق يعني. والنهارده بنتكلم على نموذج محاكاه لمجلس حقوق الانسان الدولي للامم المتحده، ده برضو اهميته ايه وتقييمك برضو للخطوه دي؟ وطبعا هي مش الاولى من نوعها. صحيح، مصر على مدار النسخ الثلاثه الماضيه لمنتدى شباب العالم كان في كل نسخه نموذج محاكاه مختلف عن الاخر. هذه النماذج كان فيها مجموعه من الاستفادات العظيمه جدا. اولا كان هناك عصف ذهني للشباب واحضار عقول الشباب في القضايا المهمه الدوليه، وبالتالي الشباب بيبدعوا ويفكروا ويقدموا حاجه يعني في هذا او في هذا الملف او في هذه الملفات، وبالتالي بيكون في نوع من انواع التقارب ما بين الشباب وما بين التنفيذيين او الحكومات المختلفه اللي بيكون في منها رموز موجوده في هذه الجلسات، وبالتالي شيء من التقارب حقيقي مميز جدا. توصيات هذه النماذج احنا بنشوفها بتتفعل، يعني احنا شفنا على مدار النسخ الماضيه تفعيل لبعض هذه النماذج على ارض الواقع، وخاصه من الدوله المصريه. فالنهارده لما يكون لدينا استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان في مصر، احنا بنبلور هذا الامر ايضا في نموذج محاكاه. الشباب يفكر، الشباب يبدع، يقدم شيء في هذا الملف ايضا جنبا الى جنب مع شباب العالم، لانه رسالتنا الاولى والاخيره من هذا المنتدى هو السلام للعالم كله. سمعنا سياده الرئيس بيتكلم بيقول احنا دوله تعمل وتحلم، فاحنا نسعى انه العالم كله يعيش في سلام، فعايزين التجربه اللي احنا
حققتها الدوله المصريه، وهذه الاستراتيجيه تعمم ونسمع من شباب من دول اخرى واحنا كمان نتحدث اليهم والجميع يستفيد بما يحقق الاستفاده القصوى للبشريه وللانسانيه جمعاء، وهي تحقيق السلام والامن للبشريه جميعا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ حسام الدين محمود، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. ويسعدني بقى كمان انه يعني يكون معانا دلوقتي من شرم الشيخ زميلي العزيز محمد مصطفى شردي، نفهم تفاصيل اكتر ونعرف على الارض ايه اللي بيتم، وطبعا معلومات متعلقه بالورش التحضيريه للمنتدى النهارده. مساء الخير يا شردي، اهلا وسهلا بيك. إيه؟ لا مفيش أي حاجة خالص. طيب نحاول نظبط بس إيه شوية الصوت والصورة ونبقى يكون معانا على الهواء بإذن الله تعالى. لكن على كل الأحوال زي ما بقول لحضراتكم، منتدى شباب العالم والورش التحضيرية اللي بدأت من امبارح للنهارده، طبعا مهم ان احنا نتكلم عنها لأنه بالتأكيد دي ليها علاقة كمان بالتوصيات، واحنا خلاص عرفنا ان التوصيات اللي بتخرج من منتديات شباب العالم بتتحط موضع تنفيذ، ما بتكونش بس مجرد يعني عناوين إنشائية، لكن بيكون في إرادة فعلية لتحقيقها والاستفادة من أفكار الشباب. طيب نتكلم بقى شوية على اللي بيحصل استعدادا لهذا الحدث الهام. هنبتدي من المطار، سواء بقى مطار القاهرة أو مطار شرم الشيخ، وطبعا في حالة استعداد يعني على قدم وساق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الوفود، لأن طبعا وفود كبيرة وعدد كبير من الضيوف اللي هيكونوا موجودين وحاضرين المنتدى بإذن الله. فبنتكلم على أن كل الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بتكثف من استعداداتها، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، تم تشكيل فرق عمل بالتنسيق ما بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني لتقديم كل التيسيرات لوفود المنتدى. هنرجع نتكلم تاني اقول لحضراتكم برضو ايه اللي بيحصل وطبيعة الاستعدادات هناك، ونتكلم كمان على الاستعدادات الصحية والاجراءات الوقائية وايه الجديد اللي بيتم، وافهم كمان واعرف اكتر من زميلي العزيز شردي ان شاء الله يكون سامعني دلوقتي. يا شردي اهلا اهلا، مساء الخير، ازيك يا لبنى؟ سامعك اه طبعا ومتابعك، واهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. خليني اقول لك اللي بيحصل النهارده ايه. احنا طبعا بنصور داخلي لان كان في شويه امطار شتويه لطيفه جدا جدا في شرم الشيخ، ولكن من المتوقع ان الطقس في خلال الايام القادمه هيكون مشمس وتعود درجات الحراره الى الارتفاع. بس اللي عايز اقوله لك ان استمرار عمل خلية النحل، استمرار عمل خلية النحل وبقوة، والتنظيم الواضح يعني بطريقة من اجمل ما يمكن لحضور الورش وورش العمل المستمرة. النهاردة تستكمل ورش العمل وورش عمل جديدة. كل ورش العمل اللي بتحصل فيه على هامش المؤتمر قبل الافتتاح بتاع بكرة، وده هنتكلم فيه، كل ورش العمل دي هترفع توصيات منها. كل المواضيع التي تناقشها ورش العمل مع الشباب والمتخصصين الذين رغبوا وطلبوا الحضور وتم توجيه دعوات ليهم كل في تخصصه، هذه الورش ستقوم بتقديم بعض الملاحظات وحتى يتم تدوينها في البيان الختامي لمنتدى شباب العالم. وبالتالي يتحدث الشباب، يناقش الشباب، ويكتب الشباب توصيات هذا المنتدى. على هامش ده هتلاحظوا ايضا ان عندنا المختبر اللي هو احد الكيانات المختلفة التي ترعى بعض افكار الشباب وتقدمها على هامش المنتدى من كل دول العالم، وهتكون موجودة وموجودة في استقبال الضيوف في أروقة المنتدى. المنتدى ينقسم إلى عدة أجزاء، في جزء ضخم جدا وهي القاعة الرئيسية التي ستشهد غدا صباحا في الساعة 11 الافتتاح الخاص بهذا المنتدى، الافتتاح الرسمي والذي سيحضره طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم منها ننتقل إلى الأروقة المختلفة ووجود بعض العارضين سواء من الجمعيات المختلفة أو ابتكارات وأفكار الشباب التي يتم عرضها، ثم إلى منطقة وسطى
في ارض التي يقام عليها المنتدى، ومنها الى منطقة الجلسات. منطقة الجلسات اكتر من 12 غرفة مختلفة واسعة الحقيقة، وتتسع كل واحدة فيهم على الاقل الى 100 او 150 بني ادم مدعو. دي اللي هيتم فيها اللجان المختلفة وجلسات النقاش، ودي اللي كان شغال فيها ورش العمل على مدى اليومين الماضيين وانتهوا النهاردة. ثم امامها يكون مسرح المنتدى، ومسرح المنتدى بيعد بتقديم الحقيقة، والاخبار بدأت تبان، فرق مختلفة، مشاركات دولية، اغاني مختلفة، اوبريت انا اعتقد انه سيشارك فيه العديد من جنسيات العالم، وطبعا هذا بالإضافة إلى حضور المؤسسات الدولية لحضور هذا الافتتاح والمشاركة. هم بالفعل متواجدين منذ الأمس في مختلف الأماكن في الورش المختلفة ويرفعون التقارير. زي ما انت عارفة يا لبنى، منتدى شباب العالم تم تسجيله كأحد المنصات الرئيسية على مستوى العالم في الأمم المتحدة، ليكون هو أحد أصوات الشباب التي يتم رفع توصياتها إلى الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة أصبحت تراقب ما يقوله الشباب في هذا المنتدى ويتم التعامل معه. طيب لما نسأل، ويمكن أنت وضحت ده يا شردي، العلاقة ما بين الورش، عشان نتكلم برضو على أهميتها، وليه الورش التحضيرية دي امبارح والنهاردة، وعلاقتها بقى بالتوصيات النهائية اللي بتخرج من المنتدى، علاقة الورش بالجلسات بقى الحوارية والنقاشية اللي هتتم في أيام المنتدى، هل هتكون كأنه برضو مطبخ لاستعدادا للجلسات؟ ايه الرابط او العلاقة، وهل نفس العناوين واحدة الورش النهاردة اللي بنتكلم عنها النهاردة وامبارح دي برضو هتكون نفس عناوين الجلسات؟ بالظبط، كويس، سؤال جميل جدا جدا يا لبنى، اشكرك على السؤال ده، مهم قوي. عايز اقول لك ان ورش العمل بتاخد القضايا اللي محتاجه نقعد نتكلم فيها 5 و6 ساعات، ودي ورشه. ثم هناك التوجهات الرئيسيه في المؤتمر، وهي القضايا الرئيسيه التي تواجه العالم. هذه القضايا الرئيسيه اما ان يتم مناقشتها او طرحها امام الجلسه العامه في المؤتمر، وبالتالي ستجدي منذ الغد أو بعد الغد في جلسات عامة، أو سيتم طرحها للنقاش ورأي الخبراء فيها أمام جلسات أخرى، جلسات نقاشية أو حلقات نقاشية. ورشة العمل تقدم وترفع هذه الآراء إلى بعض هذه الجلسات، لأن بعض المشاركين في ورش العمل هم أيضا مشاركين في جلسات النقاش، ولكن المشارك في ورشة العمل أكثر تخصصا من الرأي العام المشارك والحضور العام المشارك في جلسات النقاشية. قد يكون هناك تشابه في بعض الجلسات، لأن طبعا المناخ سيكون ليه جلسات مختلفة، كان ليه ورشة عمل وهيكون ليه أيضا جلسات متخصصة في شأن المناخ. التقدم، التكنولوجيا، العالم ما بعد الكورونا، كلها عناوين تفرض نفسها على الجلسات العامة والجلسات النقاشية وأيضا على ورش العمل. طيب في برضو عنوان مهم يمكن قاسم مشترك في كل اللي بنتكلم فيه، هو الحضور الإفريقي والاهتمام بالشأن الإفريقي فيما يتعلق بورش الأعمال التحضيرية. كلمنا عن الجزئية دي وإزاي تفاعل الشباب الأفارقة مع العناوين والمحاور دي، وكمان مع الدولة المصرية نفسها. يمكن إحنا طبعا أنت بتتكلم متابعين جهد وشغل وعودة لقلب القارة يعني من فترة طويلة، فشايف ده أهميته وانعكاسه بقى على الحضور الإفريقي. أنا هقول لك، أعتقد أن من اختار ورشة العمل الخاصة بأفريقيا ومستقبل أفريقيا ما بعد الكورونا والتقدم، طبعا جميع ورش العمل تناقش كل ما يحدث في العالم بما فيها أفريقيا، ولكن أن نخصص ورشة عمل لأفريقيا ورؤية الشباب الأفريقي، نحن في مصر في الأيام الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بالذات بنظهر أمام العالم أننا نهتم بالمنطقة ونهتم أيضا باستقرار القارة الأفريقية وحقوق الدول الأفريقية، وبالتالي نحن بالنسبة لشباب أفريقيا مرحلة انتقال رأيهم إلى العالم الآخر، مرحلة تواجدهم ومرحلة جمعهم على رأي واحد خاص بي
ماذا تريده القارة وماذا يريده شباب القارة الأفريقية من دول العالم الآخر. وخدي بالك أيضا أن سيكون لهم دور في جلسات المناخ بالذات، لأن التأثر الكبير جدا على الدول الأفريقية بسبب أزمة البيئة والمناخ والتلوث. نحن دول نحتاج أن نتقدم، ونحن نعاني من مشكلة لم نكن يعني السبب فيها هي الدول العظمى. وبالتالي عندما يناقش شباب أفريقيا يتحول الملف الأفريقي من يد الشباب ليعلن أمام العالم توصيات مباشرة من شباب أفريقيا بخلاف التوصيات الأخرى، وهم شاركوا في كل الورش الأخرى التي ستخرج في القضايا الرئيسية. تمام شردي، طبعا ده مش نهاية الكلام، هيكون لنا عودة مرة تانية، وزي ما بنقول احنا البرنامج يبقى رايح جاي كده من الاستوديو من شرم الشيخ، ونكون مع حضراتكم وارجع طبعا لزميلي العزيز شردي ومعلوماته وضيوفه ان شاء الله، ويعني شوية صغيرين ونكون مع بعض تاني يا شردي. شكرا جزيلا. بإذن الله وفي انتظارك بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك. طيب كنت بكلم حضراتكم عن الاستعدادات المكثفة لاستقبال ضيوف مصر، ضيوف المنتدى والوفود اللي بدأت بالفعل تتوافد. فعلشان كده في مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ طبعا كل رفع من درجة الاستعداد علشان تبقى المسألة ميسرة وسهلة وبسيطة طبعا على الوفود وعلى الضيوف. تم تحديد مسارات خاصة داخل صلاة المطار للوفود المشاركة، وتم وضع اللافتات واللوجو الخاص بالمؤتمر. يعني كلها اشياء طبعا جميله ومبهره، والحقيقه لما وانت يعني بتحس وانت طالع من اول مطار كده القاهره انك خلاص في اجواء المنتدى، الاتموسفير نفسه اللي هو انت شايف بقى اللوجو وشايف شعار المنتدى. وطبعا الجميل في منتدى شباب العالم ان الشعار واللوجو بيبقى صور شباب العالم من كل القارات، فبتحس انك لا خلاص يعني قدام حدث مهم، وقدام انك هتشوف كل الشباب بمختلف طبعا الجنسيات والثقافات، فطبعا ده بيكون شيء مبهج وبتحس انك خلاص كده دخلت في الاجواء زي ما بقول لحضراتكم. وده طبعا كله للترويج للمنتدى وفعالياته طوال فتره انعقاده. طيب بالنسبه بقى للاجراءات الاحترازيه والاستعدادات الصحيه، طبعا وزاره الصحه بتخصص عيادتين في مقر فعاليات منتدى شباب العالم لاستقبال الحالات الطارئه لا قدر الله وعلاجها كمان اثناء الفعاليات. وزاره الصحه قالت ان العيادات دي فيها كل التجهيزات الطبيه اللازمه. تم توفير كمان 6 فرق طبيه مجهزه للانتشار السريع في مناطق الصلاه والفعاليات. ده غير طبعا كنت بقول لحضراتكم امبارح ان في لا قدر الله لو حصل ان في حد يعني ظهر عليه الاصابه بكورونا، في غرف عزل مخصصه في الفنادق اللي بتستقبل الوفود. كمان من ضمن الحاجات المميزه جدا والمهمه لضمان صحه المشاركين في فعاليات المنتدى ان اداره المنتدى تعاونت مع واحده من الشركات المتخصصه في تصنيع واستخدام احدث التقنيات التكنولوجيه في مجال التعقيم والتطهير الطبي، علشان يتم تعقيم وتطهير كل أماكن الفعاليات والجلسات والمطارات والفنادق في كل حتة، في كل مكان هيتحرك فيها الوفود هيبقى ده باستخدام الروبوتس، عشان يعني ما يبقاش فيه يعني استخدام أو يعني الاعتماد على العنصر البشري ما يبقاش كبير يعني، فيبقى الروبوت ده هو اللي هيقوم بالمهمة وهيقوم بتعقيم وتطهير الممرات وأي حتة ضيوف المنتدى هيتحركوا فيها، علشان برضو نقلل من الاختلاط المباشر ومنعا لأي عدوى لا قدر الله. طيب معانا كمان على التليفون أستاذ مهاب عثمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من شرم الشيخ. مساء الخير يا أستاذ مهاب، برحب بحضرتك. أهلا أهلا أستاذة لبنى، خالص تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الله يخليك أستاذ مهاب، يعني انطباعك كده تاني يوم عمل بالنسبة للورش استعدادا للمنتدى والافتتاح الرسمي ليه النهاردة، انطباعك المبدئي وشايف الأجواء عاملة إزاي؟ اولا يا فندم المنتدى النموذج المره دي للمنتدى هو شكل جديد. شكل جديد ليه؟ المنتدى بقى له سنه، دي نسخته الرابعه، بقى له سنه ما اتعملش في ظروف جائحه كورونا، في اجراءات احترازيه كتير جدا بيتم اتخاذها من القائمين على المنتدى، زي مثلا نقدر نقول ان كل المشاركين خلال المنتدى هيتم عمل بي سي ار كل يومين لكل الاعداد المشاركين داخل المنتدى. لسه كنا بنتكلم كمان على اجراءات صحيه وروبوتس لتعقيم الاماكن.
ايوه يا فندم فعلا. اداره المنتدى كمان اعلنت على الروبوت، وان شاء الله من بكره هيبقى متواجد داخل جميع القاعات وهيتم الكشف من الروبوت. طيب استاذ مهاب سامعني حضرتك؟ اه يا فندم. طيب استاذ مهاب لو اتكلمنا بقى على المعلومات والتفاصيل المتعلقه بالورش، يمكن اكتر من عنوان النهارده ليهم علاقه بعالم ما بعد الجائحه ما بعد كورونا، شايف ازاي اهميه العنوان ده وعلاقته كمان بالهم الاكبر مش بس لينا لكن للعالم كله في الوقت الحالي؟ اولا يا فندم الورش طبعا بتشتغل على مدار اليوم كله. الورش في اخر اليوم بتصدر مبادرات وتوصيات بيتم عرضها في الجلسه النهائيه التي تعرض على السيد الرئيس وباقي المسؤولين، وبيتم طبعا اتخاذ هذه القرارات وتطبيقها والمبادرات وتطبيقها. وطبعا يا فندم انا حابب اخص اولا طبعا بالشكر جميع القائمين على هذا المنتدى العظيم والقياده السياسيه الحكيمه اللي هي قدرت تجمع الشباب كلها، وكمان مش الشباب المصري فقط، لا ده احنا 100 عدد المشاركين 169 دولة، سواء كان شباب أو رجال سياسة أو رجال دولة من دول العالم كلها. لو نتكلم على كيان التنسيقية لأنه أثبت طبعا نجاح وتفاعل كبير مع الشأن العام ومع يعني المجالس النيابية ومع الناس على الأرض، وجود التنسيقية ككيان وتجربة محترمة في فعاليات المنتدى، كلمنا عن ده والشغل اللي هتقوموا بيه إن شاء الله. احنا يا فندم من خلال التنسيقيه احنا بنشتغل مش من يوم ولا من يومين، لا احنا بنشتغل على المواضيع دي بقى لنا فتره، وبرضه جهزنا ليها عن طريق ورش قمنا بيها تنسيقيه وتدريبات لغايه ما طلعنا بنتائج محدده، وتم استعراضها خلال الورش خلال اليومين دول، وان شاء الله هيتم استعراضها خلال الجلسه العامه، وان شاء الله يتم الاخذ. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهاب عثمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على وجود حضرتك معنا. الحقيقة وإحنا كنا بنتابع امبارح يعني الصورة اللي جاينا من شرم الشيخ مع زميلي العزيز شردي وهو كان موجود في أحد الأماكن الهامة جدا في شرم، وكنت بسأله شرم طول عمرها جميلة وأكيد بقت أجمل وتزينت لاستقبال الحدث ده واستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم. صورة كانت تجنن مبهرة، زي بقول لكم شرم حلوة وبقت أحلى وأحلى كمان مع كل حدث واحتفالية مهمة بتستضيفها، وده ليه أثر وإحنا بنتكلم على إنه بتقدم رسالة للعالم كله إنك بلدك الحمد لله إنك تستضيف حدث مهم زي ده وعدد كبير من الناس من مختلف دول العالم، وكمان هيكون في هنقول لحضراتكم بعد شوية في يعني سياسيين وفي ناس كبيرة وفي ضيوف مصر الحقيقة هيكونوا يعني نجوم في هذا المنتدى إن شاء الله. فأنت بتقول أنا قادر أنظم وعندي من الأمن والاستقرار ومن القدرة على الإدارة وعلى التنظيم إن أنا أنظم هذا الكم من الفعاليات في الوقت ده اللي العالم كله الحقيقة يعني بيقفل على نفسه يخايف من موضوع كورونا. لكن أنت بتتعايش وبتشتغل وبتعمل فعاليات وبتعمل أحداث مهمة. ونقطة كمان أكيد ليها علاقة بالسياحة، إنك بتنشط السياحة بتاعتك، إنه كل الشباب اللي موجودين النهاردة واللي هيكونوا في المنتدى هيكونوا سفرة لبلدك، اللي هيلقط صورة، اللي هيقول بوست، هيكتب بوست على صفحته. فكل الكلام ده يعني دعاية بملايين ملايين الجنيهات، فأنت دي بتعملها يعني كده. بس عملت المنتدى وادي بلدك وادي المقاومات اللي عندك، وده ينعكس ان شاء الله على السياحه اكتر واكتر باذن الله. دلوقتي خليني مع حضراتكم هنشوف حالا كده تقرير سريع. نزلنا الشارع في شرم الشيخ وسالنا الناس، يعني الكل بقى، اصحاب المحلات، الناس اللي ماشيه في الشارع، سواقين التاكسي، السياح، ايه رايكم اللي بيحصل ده؟ شايفين المنتدى ازاي؟ شايفين شرم ازاي؟ ده هنتابعه في التقرير مع حضراتكم ومنه الفاصل ونرجع مرة تانية. بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ شهدنا ان في اقبال من السياح في المدينه، وده لان المنتدى مش بيكون مجرد تجمع شبابي عالمي لتبادل الثقافات والتجارب المختلفه، لكن كمان بيكون فرصه بتساهم ان يكون في انتعاش في حركه السياحه.
إقامة المؤتمرات والمنتديات بشرم الشيخ بتعتبر أفضل وسيلة وخير دعاية للسياحة المصرية، ومع بداية الإعلان عن منتدى شباب العالم اللي هتبدأ فعالياته يوم 10 وتنتهي 13 يناير، شهدت المدينة رواج سياحي كبير. دي أول زيارة لينا في مصر وفي شرم الشيخ، عجبني هنا البحر جدا وزرت أكثر من 50 بلد، وكانت أول مرة هنا ليا في الغطس وعجبني جدا الطعام المصري، وخدنا تجربة ركوب الجمال وشفنا رأس الجمال، ونفسي أزور الأهرامات جدا. سمعت عن منتدى شباب العالم، هو بيضم شباب من دول مختلفة في العالم علشان يشاركوا مع بعض تجاربهم المختلفة، شايفة انها فرصة كويسة جدا انها تطلع ناس مؤثرة. احنا زرنا شرم الشيخ بشكل مفاجئ، ومن خططنا ممارسة رياضة الغطس والغوص. عجبني الجو هنا لانه افضل من اوكرانيا، وبنحظى بجو من الراحة والمتعة. دي الزيارة الاولى لينا هنا في شرم الشيخ وفي مصر، مستمتعين بالمكان هنا لان في روسيا الان درجة الحرارة منخفضة، ولقينا ان سوهو سكوير مكان جميل جدا. دي أول زيارة لينا في مصر، والمكان هنا جميل، وجيت هنا مع زوجتي وأولادي الثلاثة، وهم دلوقتي بيستمتعوا بالبحر. وبيأتي المنتدى وسط تجدد أمال مستثمري السياحة في جنوب سيناء، وبيستفيد منها مقدمي الخدمات للسياح من السائقين وأصحاب المحلات. هو في رواد دلوقتي كتير موجودين في شرم الشيخ مع المنتدى، بس طبعا دلوقتي وقت الصبح فكله موجود على البحر، فالزبائن بتظهر تقريبا بعد العشاء تقريبا 7 بالليل لحد الساعة 12 بالليل. دي المجموعة اللي موجودة، مجموعة كمية كبيرة من السائحين الزوار اللي هم قاصدين المناطق السياحية موجودة في شرم. ببيع حاجات صحية مش حاجات طبيعية، تمام، بس هم السياح بيحبوا أدوات البحر، تمام، وبيحبوا الشاي المصري والكركديه، بيحبوا يعني الحاجات المصرية كلها. المنتدى بيعمل دعاية جامدة للبلد، ويعني دعاية بدون تكلفة، وبيعمل تنشيط سياحي في المكان. الشغل يعني الحمد لله يعني بيكون في حركة، والدنيا الحمد لله أمان، يعني أمن وأمان الحمد لله، وبيكون في حركة يعني مع المنتدى دوت، وبعد المنتدى برضه بيكون في حركة الحمد لله يعني. وبرواج شرم الشيخ بتتعافى المناطق والمنتجات السياحية باعتبارها هي القلب النابض لصناعة السياحة المصرية، ومقصد متميز لكل اللي بيرغب في زيارة مصر. هبة الحديدي، الحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية. زي ما قلنا واتكلمنا، الأيام اللي جاية كلها لا صوت يعلو على صوت المنتدى. كل الفعاليات المتعلقة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة كلها ساعات إن شاء الله، ويتم الافتتاح الرسمي بحضور طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكيد محتاجين نتكلم أكتر وأكتر عن، يعني واحد داخلين خلاص بقى في الافتتاح الرسمي، الفكرة نفسها، الأجواء المصاحبة للمنتدى الجديد من كل، أو يعني من نسخة لنسخة، المكاسب اللي هتعود على الدولة المصرية من تنظيم حدث مهم بالشكل ده، أشادت به منظمة الأمم المتحدة واعتبرته منصة مهمة للتفاعل والحوار ما بين شباب العالم. كمان الورش التحضيرية وعلاقاتها بالجلسات، والعنوان المهم والأبرز طبعا لفعاليات المنتدى في دورته الحالية لما بعد كورونا. كلامنا هيكون من الاستوديو وهيكون من شرم الشيخ مع زميلي العزيز شردي وضيوفه، فنبقى برضو بتتكلم على الاجواء وشايفينها مع حضراتكم. وهنا في الاستوديو معانا وبرحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ اسلام عوض اللي مشرفنا في الحياه اليوم. اهلا وسهلا بك يا استاذ اسلام. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ اسلام. لو ابتدينا كلامنا من الفكره نفسها، منتدى شباب العالم، ويمكن قبليه كنا بنتكلم على حاجات ليها علاقه يعني على النطاق المحلي، توسيع الفكره اكبر واستقبال هذا العدد من الشباب من مختلف دول العالم، الفكره نفسها حضرتك شايفها ازاي وشايف ازاي اهميتها؟ طيب، هو الفكره بدات من المؤتمرات الوطنيه للشباب التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى قياده سفينه الوطن. نعم. منذ ان تولى الرئيس كان ينظر الى نقطه هامه للغايه، وهي ماذا حدث خلال 11 من يناير. نحن رأينا نزول شباب بمئات الألاف إلى الشوارع، وهم ليست لديهم الخبرات ولا يعون ما يدور حولهم من هذه المؤامرة الكبرى التي كانت تريد أن تدمر أوطاننا. من هذه الشرارة بدأ الرئيس منذ أن تولى أن يقوم على الفور باحتضان الشباب المصري، ب يعني حماية الشباب المصري وتوفير الحماية اللازمة لهم التي لم تكن موفرة من قبل في الأنظمة السابقة
في الفترات السابقة لحكم الدولة الأصلية. نقول ما كانش حد بيسمع لهم بالفعل يعني. بالفعل الشباب لم يكن لديه يعني منصات يتشاور من خلالها مع الأنظمة الحاكمة للدولة، مع الوزراء، مع المسؤولين الكبار، مع يعني مؤسسات الدولة. لا يجد من يأخذ بيده حتى يعني يعبر عن آرائه، يعبر عن أفكاره، يطرح عليهم أفكاره، بدل الحديث معهم. لم تكن الدولة المصرية تعد قيادات شابة بجد ويعني بحق كما يحدث الآن. الرئيس بدأ على الفور بتدشين المؤتمرات الوطنية للشباب. المؤتمرات الوطنية للشباب أنتجت فكرة عظمى، وهي الحدث العظيم والمنصة العالمية العظيمة التي نحن بصددها الآن، وهي منتدى شباب العالم. هنرجع ونتكلم بالتفصيل بقى عن الجلسات وعن الورش التحضيرية، لكن خلونا نروح بقى لزميلي العزيز شردي ومن شرم الشيخ، يبقى في كلام تاني مختلف مع ضيوفه الكرام. اتفضل يا شردي. عدنا لحضراتكم مرة تانية يا لبنى، واسمحي لي أرحب بضيفك في الاستوديو الأستاذ إسلام عوض. أهلا بيك معانا، وأيضا اسمحوا لي أرحب بضيفي في هذه الفقرة. أنا هبدأ الله يخليك، وأنا هبدأ أن أنا أقدم مجموعة مختلفة من المشاركين في هذا المؤتمر علشان أدي لكم صورة عامة يحدث قبل يوم أو ليلة الافتتاح، قبل الافتتاح بيوم. ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ محمد جمال، أحد شباب المنظمين للمنتدى والمتخصص في التحركات، مش كده أستاذ محمد؟ أهلا بيك أولا معنا في الحياة اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، أهلا بحضرتك وبالسادة الضيوف، أهلا بحضرتك. أنت تخصصك التحركات والإشراف على التحركات. تمام بالظبط. دي أول مرة تشارك بيها في المنتدى ولا شاركت قبل كده؟ لا شاركت طبعا في نسختين من الثلاث نسخ السابقتين لمنتدى شباب العالم. حضرتك عارف إن دي النسخة الرابعة. منتدى شباب العالم عقد في 2017 2018 و19، وعدنا بالنسخة الرابعة في 2021. طيب كويس، أنت مهمتك إيه بقى؟ أنا مهمتي ضمن فريق اللوجستيات في منتدى شباب العالم، مسؤول عن الانتقالات في المنتدى في نسخته الحاليه. انت كنت بتقول لي كلمه قبل الفصل وانا لازم 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 اقولها على الهواء. بتقول لي ده اول مره استريح، يعني اقعد واريح بقالك اسبوعين تقريبا، مش كده؟ تمام. يعني انت بتعتبر وجودك هنا عشان نعمل معاك اللقاء ده راحه، وشايف عينيك حمرة جدا. انت بقالك قد ايه ما نمتش او بتشتغل كام ساعه في اليوم؟ لا هو مش انا لوحدي بس، اكيد يعني كل فريق العمل من اداره المنتدى والمنظمين شغالين بقدم على قدم وساق وبوتيرة عالية جدا عشان نطلع افضل ما لدينا من افكار ومن طموحات، ان احنا نطلع نسخة المنتدى في السنة دي ان شاء الله على افضل ما يكون باذن الله. طيب عايز اسألك، انت بتنقل كم شخص يوميا تقريبا؟ انا عارف ان عمرك ما هتعرف ان انت تديني رقم بحت، لان انت تمام منتشر في كم فندق وبتنقل كم شخص. لا احنا مهمة فريق الانتقالات يعني في منتدى شباب العالم طبعا هي نقل الضيوف طبعا في كل الاماكن اللي بيتواجدوا فيها، سواء الفنادق، سواء المطار، سواء القاعات، عندهم وركشوبس، في سيشنز، في الافتتاح، في الختام. مغطين الحمد لله كل الفعاليات اللي بيعقدها المنتدى ان شاء الله. تقريبا الحركة بتاعت كم شخص يوميا؟ لا ما اقدرش اقول لحضرتك الرقم بالظبط. بتعدي الالاف؟ طبعا يعني ان شاء الله هنبدا بكره باذن الله طبعا، فالحضور ان شاء الله يعني هيتوافد اعداد كبيره ان شاء الله، لكن ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا يعني نرحب بالساده الضيوف على افضل ما يكون. اسطول الاوتوبيسات بتاعكم عدده تقريبا كام؟ اعداد كبيره الحمد لله ومغطيين الحمد لله كل. انت خايف تقول الارقام ده تتحسب يا محمد؟ لا خالص، ولا لا في ايه خالص يا محمد؟ خالص يا استاذ محمد، لكن الفكره حقيقي ان احنا الحمد لله قادرين يعني باسطول السيارات والانتقالات اللي موجود في المنتدى ان احنا الحمد لله ننقل كل ضيف في افضل ما يمكن وعلى كامل الاريحيه، ونرحب بيهم في بلدهم ونسوق لبلدنا الكبيره اللي احنا طبعا موجودين عشانها في هذا الحدث العظيم. من ضمن الكلام ده انتوا ايضا حريصين جدا جدا على مسألة التطهير والتعقيم لكل بالزبط. وسائل النقل بتاعتكم بشكل دائم بالظبط. بتعملوا بالزبط. ايه بالليل؟ بتغسلوا الاتوبيسات؟ بتغسلوا بتعملوا؟ لان انا ملاحظ ان انتوا بتبقوا عندكم تعقيم وبتطمنوا الناس. طبعا طبعا، يمكن احنا كان عندنا قبل ما النسخة الحالية النسخة الرابعة طبعا عندنا تحدي كبير الا وهو جائحة كورونا.
ده تحدي كبير جدا مش بس على مصر، على الدول كلها. كل خايف يعقد مؤتمرات، مؤتمرات كتيرة بتقول لا أنا مش هنتم. لكن احنا الحمد لله وبفضل جهود إدارة المنتدى والمنظمين اللي لا يكل ولا يملوا بيطلعوا كل طاقتهم، احنا الحمد لله مواكبين للموضوع دوت كويس جدا، حريصين طبعا على التصدي لجائحة كورونا بأساليب متنوعة. أبرز الأساليب دي طبعا الإجراءات الاحترازية موجودة بالفعل ومطبقة وفقا لأحدث الأساليب العالمية كلها، من أول تعقيم وسائل الانتقال الحضور طبعا، من أول طبعا وجود في الباصات نفسها أجهزة تعقيم ذاتية، بالإضافة طبعا أن احنا بنوزع على السادة الحضور أجهزة أدوات تعقيم وإجراءات وقاية احترازية سواء ماسكات سواء مطهرات، بالإضافة لفيتامينات بتعلي الجهاز المناعي في الإنسان. فكل دي أدوات احنا مواكبينها الحمد لله. أنتوا بتوزعوا فيتامينات؟ أه بنوزع على الشباب اللي شغال؟ لا لا طبعا لا طبعا احنا بنوزع طبعا يعني مجموعة الأطباء. أه بالظبط، عندنا 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 تيم طب طبعا محترم شغالين على الموضوع دوت في تنسيق معاه طبعا علشان تجنب إصابة كورونا. وطبعا احنا يعني حاطين اكتر من سيناريو لو لا قدر الله حد تم اصابته او حاجه، فاحنا عندنا الاستعدادات والبلان ان احنا نواجه الموضوع. طيب الناس بقى، انا شفت وزاره الصحه والاول مره كان دايما في المؤتمر بتاعنا بتكون في غرف طبعا واطباء وكده، انما المره دي انا شايف كل 100 متر متنقل. ديسك موجود عليه 2 أو 3 مسعفين بشنط تحرك سريع وموجودين امام الناس وبشكل واضح جدا وصريح جدا. طبعا طبعا انتوا عندكم حوالي مثلا 50-60 واحد في اروقه المؤتمر منتشرين. طبعا طبعا هو طبعا حضرتك عارف ان احنا في تحدي كبير الا وهو جائحه كورونا، فبالتالي احنا مواكبين لكل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه وطبعا الارشادات للساده الحضور اللي موجودين في المنتدى في نسخته الرابعه. وبالتالي احنا يعني الحمد لله بنحاول ان احنا نوصل لاقصى درجه من درجات توفير السلامه للحضور طبعا في بلدهم مصر. محمد دايما بهتم جدا جدا، وده سؤالي الاخير ليك، ان احنا بعد كل مؤتمر في مشكلة بتكون موجودة عند الناس وهو اللي أنا جبته أصفره إزاي. تمام. وده شغل اللوجستيات بتاعكو. بالزبط. إن أنت عندك النهاردة بتقعد تستقبل الناس على مدى 3 أو 4 أو 5 أيام أو على مدى أسبوع، وفجأة كل عايز يسافر في يوم واحد. صح؟ تمام. هتعملوا إيه بقى في الأيام دي؟ لا هو مش شرط ان هو يسافر في يوم واحد، لكن طبعا في خطة طبعا لانتقال الحضور من الاماكن وجودهم للمطار طبعا، ده بالتنسيق طبعا مع الطيران. بالضبط طبعا، كل ده يعني واقع ضمن فريق اللوجستيات في المنتدى. فبالتالي احنا الحمد لله بنشتغل في انسجام وتناغم مستمر ما بيننا وما بين كل فرق المنتدى، كلنا يعني شغالين على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. وبالتالي ما عندناش الحمد لله يعني مشاكل، احنا عندنا يعني ابرز اللي عندنا تحديات والحمد لله قادرين نواجهها باذن الله. انا بشكرك جدا على وجودك معايا استاذ محمد جمال احد شباب المنظمين للمنتدى، بشكرك جدا وبشكرك على المجهود، وتحياتي ليك ولكل زملائك. ارجع ليك مرة تانية يا لبنى في الاستوديو الاستاذ اسلام عوض، وانا هستعد ايضا بضيوف اخرين في خلال دقائق ونعود معاكي مرة تانية. تمام، خلاص، في انتظارك ان شاء الله يا شردي. وارجع لأستاذ اسلام عوض الكاتب والمحلل السياسي، وكنا بنتكلم في بداية يعني حوارنا عن فكرة المنتدى نفسه، وازاي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الشباب، الاهتمام بالشباب، استمع ليهم وافكارهم وتمكينهم، ويمكن شفنا بقى الاكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. انا بقول المقدمة دي ليه؟ لانه شردي بيتكلم مع احد الشباب المشاركين بقى في الاداره والتنظيم. الحقيقه عندنا فريق جيش كبير من الشباب اللي بيقوموا بالعمل المهم ده بشكل تطوعي، فالجهد التطوعي وجود الشباب في صداره المشهد بالشكل ده، يعني مش شايفه برضو انه استثمار للفكره وانك تبني عليها، ان الشباب مش بس هو اللي يعني بنستمع ليهم، لكن بيشغل كل حاجه بايده دلوقتي من الالف للياء في المنتدى. هو بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي واداره هذا المنتدى العالمي، منتدى شباب العالم، تعمل من خلال فكر جديد، وهو أن يعني تقدم الشباب في كل كافة الصور من خلال هذا المنتدى. الشباب الذي يقوم كما تفضلت حضرتك بالعمل على التجهيز للوفود الأجنبية والوفود المصرية والعربية والإفريقية المتواجدة في المنتدى. أيضا الشباب هو من يقوم بعمل الورش التحضيرية
للجلسات النقاشية التي سوف تدور في المنتدى قبل أن يبدأ المنتدى للتجهيز للمنتدى. الشباب هو يعني كلمة السر التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى شباب العالم، يؤكد أن الدولة المصرية تسعى لإعداد جيل جديد، جيل جديد، جيل يكون قادر على القيادة، قادر على أن يكون ممثل في كافة الأعمال. لا يوجد عمل يعني ينتقص منه أحد. من هذا الشاب الذي يتولى هو والكثير من الشباب التي تفاخر بهم مصر، من يتولوا نقل الوفود، ويعني نرى أنه لم يعني ترى عينه النوم يعني إلا ساعات قليلة حتى يعني يعجلوا من مهام ووظائفهم المكلفين بها، وهم يعملون متطوعين. يعني هذا هو الحب للعمل. لا، وشفناهم كمان في المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة، بالفعل حياة كريمة، بالفعل شباب مبادرات حياة كريمة، المبادرات مليون صحة، مبادرة مليون صحة، المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية والدولة. الشباب عندما يرى أن هناك إرادة حقيقية وإرادة صادقة لإشراكه في العمل ولأن يقدموا لبلادهم يعني ما هو يفيد الدولة ويفيد الدولة يعني المجتمع ويفيد الحياة العامة يعني بكافة مشتملاتها، يتقدم الشباب فورا وهو متحفز لأن يؤدي، لأن الشباب لديه طاقة كامنة. هذه الطاقة يعني كانت تحتاج إلى من يستنفر هذه الطاقة ويخرجها في الاتجاه السليم، تدي لهم أمل، بالفعل يشتغلوا عليه. احنا دولة شابة، أكثر من 60% شباب، فازاي انك تشركهم ويعني يعملوا بلدهم بإيديهم. بالفعل، وهذا ما نوهنا إليه من قبل. أن يعني أصبح الآن للشباب المصري هدف، وأصبح لديه بوصلة. نعم. وأصبح لديه أمل يسعى إلى تحقيقه، حلم يسعى إلى تحقيقه. هذا الحلم يكمن في حاجات، في أشياء كثيرة جدا، منها أن يكون ضمن الشباب المتواجد في منتدى شباب العالم، أيضا يكون من ضمن شباب تنسيق الأحزاب، أيضا أن يكون من ضمن شباب البرنامج الرئاسي، أيضا محافظين اتحاد شباب الجمهورية الذي أطلق، المحامناصب القيادية والتنفيذية. هي روح جديدة بثها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى، استنفرت عزيمة الشباب المصري ونحن نجني ثمارها يوما بعد يوم وسنوات بعد سنوات حتى نصل. نعم. بإذن الله إلى أعلى الدرجات من الاستفادة من الشباب المصري. هنرجع تاني ونكمل كلامنا، لكن بعد الفاصل هكون في انتظاركم أنا وزميلي العزيز شردي من الاستوديو من شرم الشيخ ونكمل كلام. نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، بجد تحيتي للكاتب والمحلل السياسي ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ إسلام عوض. مرحب بحضرتك معانا مرة تانية، وطبعا لسه مكملين كلامنا عن المنتدى وفعالياته وأهميته، ومن شرم الشيخ زميلي العزيز شردي، وعودة طبعا لي ولقاءاته وضيوفه إن شاء الله. تفضل يا شردي. اهلا بيك لبنى مره تانية معاكي، وزي ما انت سالتيني على ورش العمل، انا جايب لك بقى مفاجاه وهو اعضاء من المشاركين في ورش العمل. بالامس تحدثت مع حضراتكم جميعا عن المشاركه اللي عاملاها تنسيقيه شباب الاحزاب والاستعدادات الكبيره جدا لاعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب للمشاركه في ورش العمل وتقديم رؤيه مختلفة من شباب الأحزاب المصرية على اختلاف الانتماءات واختلاف الآراء لشباب العالم. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في هذه الفقرة علشان نتكلم معاهم لأنهم شاركوا في هذه الورش. دكتورة نيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهلا بحضرتك معايا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بيك، وأهلا بالأستاذ أيضا أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب. اهلا بيك دكتوره نيفين. خليني ابدا معاكي، انت حضرتي ورش ايه وليه؟ طيب مساء الخير على حضراتكم. الحقيقه انه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين على مدار يومين العمل للورش التحضيريه شاركنا في 10 جلسات مختلفه. انا شاركت النهارده في الورشه الخاصه بالتعليم ما بعد الجائحه وطرق التعافي. الحقيقه انه مشاركتنا النهارده كشباب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كانت قويه جدا في
طرق المناقشة اللي طرحناها، كمان التوصيات اللي قدمناها للورشة علشان نخرج بتوصيات حقيقية نقدر نطرحها في آخر يوم للمنتدى، كمان تقدر تفيد دولتنا الحبيبة والدول الأخرى من الأعضاء المشاركين. أنت عايزة تقولي لي يا دكتورة أن أنتم استعديتم وحضرتك رحتي مسنطرة على التعليم، مش كده؟ واضح جدا. أنت دكتورة في إيه الأول؟ طبيبة صيدلانية. طبيبة صيدلانية، ولكن أنت استعديتم علشان تخش ورشة عمل تناقش التعليم ما بعد الكورونا في كل دول العالم. ده حقيقي. وبتقدموا لهم أفكار ورؤية. ده حقيقي. ايه اهم فكرة قدمتوها للتعليم ما بعد الكورونا؟ طيب الحقيقة انه النهاردة كنا كمان بنناقش موضوعات مختلفة، سواء الأزمة اللي حصلت من البنية التحتية التكنولوجية في الدول المختلفة، وبالأخص الدول النامية واللي كان فيها أزمة واضحة أثناء التعليم عن بعد، فكانت دي أحد المناقشات الهامة، وتحدث فيها القطاع الخاص مع الحكومات مع كمان الشباب اللي موجودين اللي منهم كمان شباب عانت من الأزمة بشكل واضح، علشان إزاي نوصل لبنية تحتية تكنولوجية قوية تقدر تفيدنا كمان ما بعد انتهاء الجائحة. الحاجة التانية اللي كنا بنتكلم فيها فكرة الإعاقات أو الديسابيلتيز المختلفة والتعامل عن التعليم عن بعد معاهم، إنه زي يكون عندنا كمان تطبيقات خاصة بيهم هم نضمن من خلالها استمرار العملية التعليمية بجودتها الحقيقية ما أثناء الجائحة وما بعد الجائحة. طيب أنا عايز أسألك سؤال، يعني أنتوا بتربطوا ما بين استطاعة التعليم أو الوصول بالتعليم مع التطور بتاع التكنولوجيا، صح؟ ده حقيقي. في العالم كله. في العالم كله. هل بتطلبوا الدعم من دول أخرى للدول اللي التكنولوجيا عندها يعني ممكن تكون بعافية شوية؟ طيب الحقيقة أنه كان من المشاركين أعضاء مختلفين من دول العالم عالم أول أو دول نامية، والحقيقة أن احنا تبادلنا الأفكار حول التطبيقات اللي هم بيستخدموها، الأفكار اللي استخدموها أثناء الجائحة علشان يحسنوا التعليم عن بعد، والحقيقة أن احنا كشباب حتى وكممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سجلنا الأفكار دي علشان نقدر ننفذها بشكل واضح ونضمن تحسين جودة التعليم في مصر وكمان الدول الأخرى من الدول المجاورة. مين أكتر دول كانت موجودة وكان لها وجهة نظر مقاربة لوجهة نظر تنسيقية شباب الأحزاب؟ الحقيقة انه يعني كان في دول مختلفة، يعني كان في دول افريقية وده كان في تواجد واضح لان هما كمان يمكن الحالة شبيهة شوية بالحالة المصرية، فكنا بنتكلم عن قرب وكنا يعني كان في جزء من التشابه في التحديات، لكن على الناحية التانية كان في كمان من دول اوروبا وكان في ممثلين من روسيا، اتكلمنا معاهم عن ايه اللي حصل في التعليم عن بعد وايه الافكار اللي هما نفذوها ومدى التحديات اللي أعاقة التعليم عندهم، لأنه فكرة الجائحة كانت مفاجأة على العالم كله، فطبيعي كل الدول سواء هي متقدمة أو لا حصل فيها زي صدمة أنه في تنفيذ العملية التعليمية. كان في دول عندها قدرة على المواجهة بشكل سريع لأنهم كانوا بيستخدموا التعليم عن بعد عن قبل، وكان في دول لا، بس الحقيقة أنه الدول كلها حاليا بقت عندها رؤية انه حتى ما بعد الجائحة التعليم الالكتروني يستمر. حد كلمك او سألك عن التجربة المصرية في هذا المجال؟ قدمتوا اي برزنتيشن عن مصر عملت ايه في خلال الجائحة؟ الحقيقة انه خلال المناقشات كنا بنتكلم عن الحالة المصرية بشكل واضح، وانه الاجراءات اللي اتخذت من سواء التعليم ما قبل الجامعي او التعليم الجامعي او حتى التعليم الفني، ودي كانت احد الملفات المهمة اللي اتكلمنا فيها كمان النهاردة، وناقشنا معاهم الاجراءات اللي حصلت معانا، وناقشنا معاهم انه حاليا حتى مع تنفيذ التعليم الفعلي داخل المدارس والتعليم النظامي داخل المدارس، الا انه احنا كمان عندنا دمج من خلال القنوات اللي بتعرض القنوات التعليميه اللي بتعرض المواد التعليميه، وكمان التعليم عن بعد من خلال الابلكيشنز المختلفه زي زوم او غيرها، وانه ده ما زال موجود في الجامعات وبيستخدموه حتى اثناء التعليم الفعلي. يعني بشكرك جدا جدا. شكرا. وانا سعيد جدا بمشاركتك دي. شكرا. وان انت مرتبه الافكار، بكون سعيد جدا بتنسيقية شباب الاحزاب وكل الاعضاء فيها علشان ترتيب الافكار بتاعتك. شكرا. طب انا بقى عايز الاستاذ احمد. استاذ احمد انا عارف وعرفت ان انت حضرت ورشه، وحضرت الورشه بتاعه البيئه والشباب، ليه اخترت الورشه دي؟ لان المستقبل كله بتحكمه النهارده تحكمات عديده جدا، البيئه هي البيئه المكان اللي احنا عايشين فيه، ولو بنتكلم عن البيئه والشباب يعني المستقبل اللي احنا هنعيشه، التغيرات المناخيه اللي بتحصل حوالين العالم ومدى تاثيرها على
حياتنا اليومية وعلى الحياة اللي بنعيشها وعلى أسلوب حياتنا، وبتأثر كتير قوي في قوانين بنتعامل معاها، والاستدامة ان احنا نفضل مصادرنا الطبيعية مستدامة مش بس للجيل الحالي ولكن لأجيال قادمة لآلاف السنين تانية. فمن هنا بتحط علينا مسؤولية كبيرة جدا، ان لازم يبقى فيه جزء كبير جدا منه توعية، جزء كبير جدا منه ان الناس تقدر تفهم يعني ايه مشكلة البيئة، يعني ايه ندرة الموارد، يعني ايه نحافظ عليها، يعني ايه نخليها مستدامة. النهاردة احنا بنلاقي كتير في جميع دول العالم مواطنين بسطاء بيواجهوا مشاكل كتير قوي، بس هو مش عارف يقول المشكلة دي سببها ايه، ومش عارف يقول ان مثلا الارض الزراعية بتاعته بتتاكل او بيحصل له تمليح اللي احنا بنسميه املاح في التربة زيادة، بيحصل له تغير، ما عندوش المعلومة الكافية انه يروح يقول انا دي مشكلة تصحر، او ان المحاصيل بتاعته بتتضر علشان موسم الامطار ابتدى يتغير، فبيحصل ان المحصول كله بيبوظ. ده جزء منه كبير جدا، لازم يكون توعية. شرم الشيخ الحمد لله السنة الجاية هيحضر فيها القمة العالمية للمناخ، قمة الأطراف، قمة 27، وده دور أكبر علينا كلنا إن احنا نبقى جاهزين بالقضايا كلها. مصر كان ليها دور كبير جدا في إنها توحد العديد من الدول النامية إنها تطالب بحقها، لأن كتير جدا من المشاكل البيئية بتتحملها الدول النامية وما هيش المسبب أشكرك الرئيسي. والله دايما بقول كده يا باشا، هم عملوا مصيبة ورموها في حجرنا. بالظبط كده، يعني مش لازم العبء كمان يترمي علينا احنا، احنا اللي بنتحمل الامطار، احنا اللي بنتحمل الفيضانات، احنا اللي بنتحمل ندرة المياه، بنتحمل التصحر، بس احنا الدول النامية اللي ما كناش السبب في ده. كان طيب لينا الحمد. انا عايز امكلك كده، انتو الورشة كانت البيئة والشباب صح؟ هل انت تتحدث عن الشباب ولا تتحدث الى الشباب؟ يعني التوصيات اللي انت بتوجهها دي بتوجهها لدول العالم، بتوجهها ليه الحكومات، بتوجهها للجيل الاكبر، ولا بتوجهها ايضا للشباب؟ للاثنين يا فندم. بتوجهها للاثنين. عايزك بقى تقول لي هنا بتوجه له ايه وبتطلب منه ايه، وهنا قررتم للشباب بتخاطبوه ازاي؟ طيب، البيئه هي كل ما نتعامل معه في حياتنا اليوميه. يعني النهارده مين اللي عايش على كوكب الارض؟ حكومات، مواطنين، شباب، كبار سن، من كلنا. فبالتالي اي رساله بنوجهها واي توصيه بنتمنى انها تتحقق هي موجهه لكل الاطراف دي كلها. لما بنتكلم مع شباب، كان في من احد التوصيات اللي عندنا النهارده، ايوه، رياده الاعمال. كتير جدا من الشباب عايز يبتدي مستقبله، عايز يبتدي بشكل حر ومستقل ويبتدي يبدا حياته. طيب، لازم يعرف كويس قوي تأثير البيئة على مشروعه، وهو مشروعه هيأثر ازاي في البيئة، لان هو تأثير متبادل، فده مهم جدا. وكتير جدا من الشباب النهاردة ابتدوا يهتموا بالمشاريع اللي بتهتم بالبيئة، ودي كان في النهاردة برزنتيشن بتستعرض اهم الشركات البسيطة، انا اسف، الناشئة المصرية في ريادة الاعمال اللي بتشتغل على التدوير، اللي بتشتغل على المخلفات البيئية او جمع المخلفات، سواء بطريقة بحاجات الكترونية او بطريقة مجمعة كبيرة جدا. ده جزء كبير جدا من التوعية. على مستوى اخر، كان في طرح موجود في النهاردة في الورشة، اللي هو ازاي المواطنين البسطاء يقدروا يوصلوا صوتهم لقمة المناخ. فكان في اقتراح او توصية ان يبقى في منصة إلكترونية يدعمها منتدى شباب العالم، وده مقترح خارج من التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنصة دي يدخل عليها كل حكومات العالم، ويدخل عليها كل الجهات، المنظمات الغير حكومية اللي بتقدم مبادرات ومنح للدول المتضررة أو الشعوب المتضررة من تغير المناخ، ويخش عليها كمان المواطنين البسطاء يقولوا مشاكلهم، ويشوفوا المبادرات دي ازاي يقدروا يستفيدوا بيها، وازاي يعني يقدروا يفعلوا بيها مجتمعهم. انت هتوصل صوت العالم وشباب العالم الخاص بالبيئة الى المهتمين بحل مشاكل البيئة. بالظبط كده، تمام. منصة الكترونية، تمام. وهذه المنصة هل هتطلع بقى تلخص كل ده امام مؤتمر المناخ 27؟ كان في كمان من ضمن التوصيه دي ان نفس المنصه دي يكون عليها بوابه متخصصه الناس تقول رسائل دايركت لقاده العالم ولقاده منظمات العالم. مش هيعجبهم قوي رسائل الناس. لا، انا عايز رسائل البيئه مهمه جدا، لان يا فندم هو هتكون رسائل البيئه بس هي رسائل. خليني اقول لحضرتك، هو ان قاده العالم برضو بيهتموا بمستوى دخل، بمعدلات نمو، وشايفين ان معدلات دي البيئه او السياسات البيئيه الحفاظ عليها بتاثر على
طبعا. معدلات النمو. انتوا بتموتونا واحنا مالناش ذنب. بالظبط كده. فلما يبقى في تبادل في الاراء وما الى ذلك، ده يقدر يتعرض على قمه العالم للمناخ في شرم الشيخ ان شاء الله، ويكون ليه صدى كويس باذن الله. على فكره انا لما بقعد اتكلم بره ومره اخرى لازم اكرر اعجابي. والله العظيم كان طول عمرنا نفسنا نشوف شباب حزبي او سياسي او حتى يعني لا ينتمي لاحزاب، ولكن يتجمع ويتكلم، وانتوا اللي هتشتغلوا عشان خاطر بكره. يعني احنا خلاص بنسلم، احنا اجيال بنسلم ليكوا. فانا فخور وسعيد جدا برايكم، فخور ان انتوا بتقدروا تعبروا عنه، وفخور ايضا انكم قادرين تخاطبوا الاخر وتقولوا لهم هو ده رأي الشباب المصري، هو ده رأي شباب الأحزاب. إضافة صغيرة لو تسمح لي حضرتك، أنا وزميلتي دكتورة نيفين إحنا نموذج مصغر جدا من شباب كتير جدا موجود في مصر، وناس موجودة أحسن مننا كمان جوه التنسيقية، ويقدروا يخلوا دايما مصر والعالم أحسن بكتير. أنا بشكرك جدا وبشكرك على الرأي الأخير اللي أنت قلته، أنا متأكد من ده وإحنا فخورين بده. أرجع لك مرة تانية يا لبنى بعد ما استعرضنا على الأقل ورشتين من الورش المهمة جدا مع ضيوفي الأستاذ أحمد مشعل، بشكرك شكرا جزيلا. دكتورة نيفين اسكندر بشكر حضرتك على وجودك معايا. لبنى نرجع لك تاني في الاستوديو. طيب أنا عايزك تفضل معايا يا شردي، لأنه يعني محتاجة أنك تساعدني في اللحظة دي، لأنه يمكن بقالنا شوية سمعين أخبار وما كناش متأكدين منها الحقيقة، لكن في اللحظات الأخيرة اتأكدنا منها يا شردي. وانت عارف طبعا انا بتكلم على ايه، لان احنا كنا يمكن بنتابع الموضوع ده مع بعض من شويه. لا اله الا الله. زميلي العزيز وائل الابراشي في ذمه الله. البقاء لله. لا يرحم. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا لبنى انا الخبر بالنسبه لي خبر زي الصاعقه. الله يرحم وائل. الله يرحمه. هو صديق عزيز جدا، انا اعرف وائل من اكتر من 30 سنه و 35 سنه، ومش هنسى وائل ابدا. انا مش عارف اتكلم، انا اسف جدا. احيانا يا جماعه احنا كاعلاميين او كزملاء انا مطالب ان انا اطلع قدامكم كده وانا مش حاضر ان انا اعبر لكم على اللي جوايا. يعني انا ما اقدرش ان انا في لحظه كده اطلع قدامكم ويجي لي خبر صديق من اصدقاء العمر بتاعه زمان ويطلبوا مني ان انا انعيه لحضراتكم وان انا اكون من الاحتراف ان انا حتى امنع دموعي قدامكم. ولكن اللي اقدر اقوله لكم ان احنا فقدنا اعلامي من الاعلاميين المحترمين جدا وصحفي كان قلبه من احلى الاقلام، راجل طالع من مجله ومن مجله روزا اليوسف، وراجل بدا حياته واستمر في حياته في العالم وتطور مع الإعلام المصري، وحضراتكم كلكم كنتوا بتشوفوه وكلكم كنتم بتتابعوه. وائل كان مريض جدا بسبب الكورونا، والكورونا أصابت صدر وائل إصابة فادحة للغاية. وأنا بشكر كل المستشفيات وكل أطباء مصر اللي بقالهم سنتين بيحاربوا مع وائل هذا المرض اللعين الذي تمكن من صدره، أهم حاجة نفسه، وتمكن منه. ولكن أنا متأكد أن وائل استريح من الألم، واستريح لأنه كان بيتفرج علينا كلنا وينتظر اليوم اللي كان هيرجع. وائل أنت في مكان أحسن كتير كتير جدا، ربنا يجعل كل اللي أنت تعرضت ليه في الأيام الماضية في ميزان حسناتك، وفي الأشهر الماضية في ميزان حسناتك. الله يرحمه صديقنا العزيز وأخونا وزميلنا وائل الإبراشي. عارف يا شردي زي ما انت بتقول الكلام بيبقى صعب، وبيبقى صعب انك تعبر عن مشاعرك وانك تتجرد من شعورك الشخصي وانك تقول الخبر بشكل مجرد، لانك بتتكلم على انسان صديق زميل عشرة عمر زي ما انت بتقول. على المستوى الانساني يمكن انا شفته واتكلمت معاه في الوقت اللي كان موجود فيه في المستشفى، الفترة الطويلة اللي قضاها في المستشفى. طبعا يعني كان في الفترة دي كان والدي الله يرحمه كان موجود هناك، فعرفت انه في نفس الدور موجود وائل، فطلبت ان انا يعني اطمن عليه. قالوا لي وقتها ان وائل مش عايز يشوف حد، مش عايز يكلم حد، ومتضايق من الكلام ومن الاشاعات والاخبار. هو ما كانش قادر يبص لنا او بالظبط. ايوه يا شيرتي.
وكان لانه كان كل شويه طبعا في الوقت ده كل شويه خبر يطلع وفاة طبعا صعب واحد بيتعالج وبين ايدين ربنا في وقت حرج وقاسي يسمع خبر وفاته وهو قاعد في المستشفى على السرير. فقلت لهم تمام. ف طب بس احنا نفسنا نطلعه من الحاله دي وان حد يتكلم معاه. فدخلوا له وانا كنت واقفه على بره الباب الاوضه. فسمعاه انا قلت انا مش عايز اشوف حد وكذا كذا كذا وبتاع. فقالوا كذا قال لهم لبنى خليها تدخل. انا يعني انا كان نفسي ادخل لاني فعلا حاسه ان في حاجه زي كده انه يعني ايه لازم حد يبقى يعني بيقول يعني نقف جنب بعض. فسمح لي بالدخول. والله العظيم يا جماعه والله العظيم يا شردي انا دخلت شفت هو يعني هو بطل هو مقاتل يعني الوضع كان صعب قوي 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 طول عمره كان مقاتل. ايوه يا شردي اللي هو يعني بجهاز طبعا. تنفس والرئه كانت تكاد تكون يعني بالفعل هي كانت اتدمرت تماما نسبه التليف فيها كان يعني عالي جدا جدا جدا. على الرغم من كده قلت له يا شردي قال لي شايفاه بقى في كده يا وائل فاتح بقول يا وائل انت ايه ده التلفزيون مفتوح والبرامج بتاعتنا ومن البرنامج ده للبرنامج ده للبرنامج ده بقول له ريح دماغك شويه من الهم والمشاكل والاخبار. قال لي ما اقدرش او هشوف وارجع وكذا وايه الدنيا وايه الاخبار والله العظيم يا شيخ ويطلع الماسك شويه يتكلم كلمتين مش قادر ياخد نفسه يحطه تاني ومصر وعايز يتكلم ويحط ويتكلم. فقلت له تحب ان انا اقول للناس انك انت يعني كذا كذا وتمام يعني. قال لي لا عايز حد يتكلم عني ولا حد يقول اخبار عني انا بشكل شخصي كده انا وانتي علشان يعني قال كلمتين يعني في حقي كتر خيره ربنا يرحمه يا رب. فاللي عايز اقوله انه فعلا التوقيت كان صعب قوي ربنا يرحمه يا لبنى وعانى وزي ما انت بتقول يعني الحقيقه عبء كان كبير قوي 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 لانه انك تبقى مش قادر تاخد النفس شيء صعب ومؤلم وقاسي وانا عشت وتعاملت معاه. فنحمد ربنا نحمد ربنا ان النفس اللي داخل طالع وانت مالكش اي سبب ولا يعني يد فيه بشكل تلقائي من ربنا سبحانه وتعالى. لو عز عليك النفس في لحظه في ثانيه فما فيش يعني حاجه مؤلمه حاجه. الله يرحمك يا براشي يا وائل يعني الحقيقه انا مش قادره اقول اكتر يعني مش عارفه اتكلم على قد ما الخبر صعب وقاسي لكن هو بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى الاحن على الجميع ونحتسبه عند الله. الفتره المرض والابتلاء الصعب ده بيبقى كفاره يعني ان شاء الله يا رب ربنا يتقبله الله يرحمه ورحمه طبعا كل يعني العزاء لاسرته. طلعينا فاصل بقى لبنى طلعينا فاصل يا لبنى لا اطلع انت الفاصل اطلع انت الفاصل طيب انا هطلع فاصل وهسيبك بعد اذنك انا وهتابع معاكي كمان شوية في الحلقة.
نرحب بحضراتكم معانا مره ثانيه، وبجدد تحياتي طبعا بالكاتب والمحلل السياسي ضيفنا في الاستوديو استاذ اسلام عوض. اهلا وسهلا بك مره ثانيه استاذ اسلام، وطبعا يعني اسفين على لا طبعا انا طبعا يعني اتقدم بخالص العزاء لاسره الاعلامي الكبير والكاتب الصحفي القدير الاستاذ وائل الابراشي الله يرحمه، اللي طبعا يعني فقداننا لها يعني احد اعمده الاعلام القويه المؤثره الاعلام المصري، اللي صاحب هو كان مدرسه، صاحب مدرسه خاصه بيه، كنا برغم ان احنا كان بيبقى لينا بعض التحفظات في حاجات امور معينه، ولكن مدرسه كانت يعني كلنا كنا بنشتاق اليها، حتى لما غاب اثناء فتره رحله المرض كنا نشتاق الى مدرسه وائل الابراشي في الاعلام المصري، ونحن طبعا يعني تاثرنا ببالغ الاسى والحزن بهذا الخبر يعني المؤلم، ولكن يعني هذا هو يعني مصيرنا جميعا، الجميع سوف يلاقي ربه عز وجل، وندعو له بالرحمه وبان يكون يعني من اهل الجنه، وان يعني يرحمه الله عز وجل ويكتب له في ميزان حسناته ما عناه من مرض يعني، ويغفر له جميع ذنوبه ويتقبله قبولا حسنا. وتعازينا لأسرة الإعلام المصري وللصحافة المصرية ولأسرة الأستاذ وائل الأبراشي، وتعازينا لأنفسنا قبل ذلك. نرجع لحضراتكم مرة تانية، واحنا بنتابع طبعا المنتدى منتدى شباب العالم، وكنا من شوية بنتابع توصيات المنتدى في نسخه الثلاثة، ويمكن كانت جزئية تطرقنا ليها مع أستاذ إسلام، وأثناء الحديث طبعا المستمر عن المنتدى إن خروج التوصيات دي بتكون شيء مهم، لأنها ما بتكونش بس جمل أو عبارات إنشائية، لكن بتوضع موضع التنفيذ وبيتم يعني تحقيقها على الأرض بالفعل. فالحقيقة وهنرجع نتكلم على المنتدى مرة تانية، لكن في خبر برضو عايزين محتاجين نتكلم عنه، وهو رئيس الوزراء اللي ترأس النهاردة اجتماع الحكومة لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023. كان ده بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية طبعا، وسيد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية. أكد رئيس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي جاي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، خاصة ان مشروع الموازنة هيشهد زيادة حجم الانفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، وده هيساهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال القطاعات اللي تكون شغالة فيها المشروعات دي، سعيا لتحسين مستوى حياتهم وتيسير سبل العيش الكريم لهم. أشار رئيس الوزراء كمان إن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 هيتضمن بنود لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بيعتبر من أضخم المشروعات التنموية، لأن الهدف منه زي ما حضراتكم عارفين الارتقاء بمستوى حياة أكثر من 60 مليون مواطن، وإن المواطنين هيقدروا إن هم يستفيدوا من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل وشامل ومستدام. وزير المالية من خلال الاجتماع أشار أنه هيتم إجراء حوار مجتمعي حوالين مشروع الموازنة العامة للدولة والأهداف الاستراتيجية الموجودة في هذه الموازنة المستهدفات المالية، وقال أنه هيتم اختيار 8 مجموعات هتضم مختلف فئات المجتمع لعقد الاجتماعات اللي بحضراتكم عليها، الحوار المجتمعي حوالين الموازنة والهدف منها، وهيتم كمان مناقشة واستعراض الرؤى والأفكار اللي هتخرج من الحوارات المجتمعية اللي بنتكلم عنها. عايزه تعليق مع حضرتك يا استاذ اسلام، خاصه ان يعني المشروعات التنمويه ومبادره حياه كريمه كانت محور رئيسي الحقيقه في واحده من ورشات العمل اللي تمت امبارح في المنتدى. بالفعل. استعراض تجربه مصر التنمويه قدام يعني منصه منتدى شباب العالم. طيب. فلما نتكلم بقى على الموازنه يعني انا لما هعقب على الموازنه والاخبار الجديده عنها، انا اقول أهل لكم اهلا بكم في الجمهوريه الجديده. انها الجمهوريه الجديده التي يريد أن يأخذنا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي جمهورية التكافل، جمهورية احترام الإنسان واحترام قدر الإنسان وإنزال منزلته. السياسات التي تظهر لنا من الأبواب الجديدة التي تضاف إلى الموازنة العامة للدولة، والطريقة التي سوف يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة بها من خلال إشراك مجموعات كما تفضلت حضرتك،
8 مجموعات للحوار المجتمعي حول هذه الموازنة وإقرار هذه الموازنة. هذا حدث يعني كبير للغاية وحدث هام للغاية ولم يكن يحدث من قبل. الموازنة أيضا أدخلت حياة كريمة، البرنامج المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أبواب الموازنة، الموازنة الخاصة بالدولة، أيضا أدخلت الاهتمام ب المشروعات التنموية والمشروعات الخدمية التي سوف يعني تصب في مصلحة يعني صالح الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة في المجتمع. يجب أن ننوه إلى ذلك أن الرئيس يريد أن يوجه مصادر الدعم للمواطنين بطرق يلمسها المواطن، بطرق تحافظ على كرامة الإنسان، يعني لا يستشعر المواطن المصري أن هناك من يجبي عليه وهناك من يتصدق عليه، لا، أن هذا حق للمواطن المصري في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية. هذا حق لك، حق لك علينا، كما يتحدث الرئيس دائما أن حقوق المواطنين على القيادة السياسية هي أن توفر لهم جميع ما تقدر عليه من يعني تكافل و حياة كريمة له. على مستوى المواطن المصري وتحسين حياته وما إلى آخره، لكن على مستوى الاقتصاد العام للدولة، لأن لما نتكلم على التوسع في حجم الاستثمارات العامة في ظرف دقيق له علاقة بكورونا، وشفنا طبعا معدل نمو بالسالب ووضع اقتصادي صعب على مستوى دول العالم، لما توسعنا في حجم الاستثمارات والإنفاقات الحكومية في الشأن ده، ده كان ليه مردود على الوضع الاقتصادي وعلى إن احنا الحمد لله. اتفضل يا استاذ. بالفعل المواطن ليس بعيد عن يعني المنظمات الدولية التي ترصد وتقيم الاقتصاد الخاص بأي دولة في العالم. نعم. المواطن هو الموارد البشرية. نحن ننظر إلى أوروبا والغرب بدأ ينتهج منهج جديد وهو اعتماد صناعة جديدة يعتمد رأس مالها على البشر. الموارد البشرية، الموارد البشرية هي تعد أحد القطاعات الهامة التي يعني تقدرها هذه المنظمات الدولية عندما تقوم بتقييم اقتصاد دولة ما. تمام. فمن هنا الدولة تراعي يعني إعداد المواطنين وإدخالهم في برامج حماية لهم، تحميهم من هذه الظروف الطارئة التي تحدث مثل ظرف جائحة كورونا. أيوه. الدولة وفرت حماية اجتماعية، وفرت تأمين يعني تأمين ومعاشات ل المواطنين ومرتبات كانت تصرف وقروض تم وقف دفع أقساطها. الدولة تسعى إلى أن توجد مواطن مصري قوي. عندما يتم تقييم الدولة ككل يتم تقييم المواطن من أحد المصادر القوية التي تعول عليها الدولة في يعني نهضة الاقتصاد المصري. المصانع، من سوف يقوم بتشغيل المصانع؟ البشر. الزراعة، من سوف يقوم باستصلاح الأراضي الزراعية؟ البشر. البشر هم الثروة الرئيسية لأي دولة في العالم. فلذلك الدولة تسعى إلى نقلنا نقلة نوعية للجمهورية الجديدة. أيضا المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يعني تحدث على أرض مصر ولم تحدث يعني من قبل ولا في دولة في العالم في هذه الفترة الزمنية البسيطة وبهذا التمويل الضخم الذي أرعب العالم جميعا. هذه المشروعات التنموية والاستثمارية يمكن نقلت أيضا درجات الاقتصاد المصري ومعدلات نموه إلى درجة فائقة للغاية. يمكن لما بنتكلم ونرجع تاني للمنتدى عالم ما بعد الجائحة، عالم ما بعد كورونا، برضو محور مهم هو الاقتصاد العالم ما بعد كورونا وإدارة الأعمال والشركات الناشئة وريادة الأعمال، دي كلها برضو أشياء مهمة هنتطرق ليها، لكن الأول نرجع مرة تانية لشرم الشيخ مع زميلي العزيز شردي. تفضل يا شردي. عدنا مرة تانية لبنى، اسمحي لي أرحب بضيفي في هذه الفقرة الزميل العزيز أستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية. أهلا بيك في الحياة اليوم، وطبعا أنت سمعت الخبر، البقاء لله والبقية في حياتك في زميلنا العزيز وصديقنا وائل الإبراشي. في ذمتك الإعلامي وائل الإبراشي، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن الله وإن إليه راجعون. يعني فقدنا زميل مش اعلامي بس، صحفي نابه، تاريخ عظيم في مؤسسة روزا اليوسف، يمكن من الصحفيين اللي فحتوها من تحت لفوق، تاريخ مشرف لزميلنا الاعلامي وائل الابراشي.
اختلفنا كثيرا معه، كان وطنيا إلى أبعد حد، كان مؤمن بهذا الوطن، كان مؤمن بهذه الدولة، كانت له أحلام، قدم كل ما يملك حتى اللقاء الأخير اللي اجتمعنا فيه سويا هنا. يمكن احنا هنا قابلنا آخر مرة كنا في فندق شتاجنبرجر الكزار، وكانت بتجمعنا بالليل في نفس الفندق هنا برا هنا. كانت بتجمعنا القعدة مع حضرتك ومع الأستاذ وائل يمكن لما بتحصل حاجة زي كده بيمر شريط قدامك بسرعة وبتقول يا ريت حاجات كتير ما حصلتش، ويا ريت كنا قربنا من بعض أكتر. والحمد لله إن ربنا رحمه من الآلام اللي كان فيها، والحمد لله إنه ما سابوش يتعذب أكتر من كده. كورونا القاتلة ما زالت تعصف، وإحنا في تداعياتها الصحية، وعلشان كده لازم نكون حريصين جدا في التعامل مع المجتمع المحيط بينا، ولازم نكون حريصين جدا على صحتنا وعلى صحة أسرنا، ونلتزم بكل الإجراءات. الله يرحمه كان من أكتر الناس، حضرتك عارف، أكتر الناس اللي كانوا ملتزمين بالإجراءات، ورغم ذلك أصيب بهذا طبعا. المرض ده صحيح، ألف رحمة ونور عليه، والشعب المصري كله لازم عزانا لكل المشاهدين واللي كانوا الشعب المصري كله الحقيقة لازم يذكر هذا الصحفي الإعلامي بكل الخير الحقيقة، لأنه لم يتراجع لحظة عن قضايا كان يراها حقا وكان متمسكا بفكره، لم يخجل من إعلان كل أفكاره، ودي حاجة تحسب لصاحب قلم شريف في هذا الوطن. ده صحيح، وده ينقلنا، خلينا ننتقل بيك، زي ما بيقولوا يعني يجب أن يستمر العرض، the show must go on. احنا اعلاميين وفاهمين كويس جدا، اشتركنا مع الناس الان في الحالة اللي احنا عايشينها، وهي حالة فقدان احد اقرب الناس الينا، ولكن ايضا احنا امام واجب ان احنا متواجدين في منتدى وننظر الى العالم وننظر الى ما يقال. خليني انقلك الى حتى مهمة جدا، وهو عالم ما بعد الكورونا. العالم اتغير جدا يا استاذ احمد، اتغير فعلا، اتغير بكل حاجه، بمشاعر الانسانيات، بالاقتصاد، بالاعلام، بالتعليم، العالم كله تحول تماما، وهذا المنتدى ياتي في توقيت ليناقش هذا التحول. زي ما قال رئيس الوزراء البريطاني، عندما تنتهي هذه السنوات سنكون قد فقدنا الكثير من الاعزاء، فحافظوا على ما تبقى لنا. قل لي كيف ننظر إلى المستقبل ما بعد جائحة الكورونا؟ حقيقة كان معك ضيفين من أهم الكيانات اللي تأسست في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، كان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ده نجاح الفلسفة اللي طبقت عبر استراتيجية بوعي كامل من متخذ القرار في هذا الوطن، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بقطاع الشباب. رئيس عبد الفتاح السيسي كان ينظر إلى الدولة المصرية عبر مجموعة من القطاعات فيها إشكاليات متعددة، منها قطاع الشباب. أنت بتتكلم على الكتلة الحيوية في المجتمع المصري، ما يقرب من 65% تقريبا من تعداد السكان، ومن ثم كان لابد من اقتراب سريع وعاجل نتيجة الضغوط الكتيرة اللي عاش فيها الشباب ده، وعدم الوعي وتزييف وعي البعض الآخر. كان لابد من أن يقف الجميع على أرضية مشتركة هي أرضية الوطن. يمكن إعلان عام الشباب كان البداية لده، تلا عقد المؤتمرات الوطنية للشباب، وفي أحد دوراتها في الإسماعيلية طرح تحويل المؤتمر من مؤتمر دوري للشباب في الداخل المصري إلى منتدى شباب العالم. ويمكن عقدنا 3 دورات في فترة ما قبل كورونا، والنهاردة احنا في الدورة الرابعة، هي بتأتي في ظل كورونا وهي تعصف بينا وبأحبائنا، لكن الأمل موجود، الأمل في هؤلاء الشباب اللي عبر ورش العمل قدموا النماذج اللي بتؤكد أن الدولة المصرية كانت صائبة في هذا التوجه. الدولة المصرية كانت ناجحة في وضع هؤلاء الشباب على الطريق السليم.
قادرة على استقطاب مجموعة من خيرة العقول المصرية وتوظيفها في أماكنها الصحيحة. النماذج اللي كانت مع حضرتك ونماذج تانية كتير اتكلمت في ورش عمل متخصصة على مدار يومين النهاردة في كافة مناحي القضايا اللي حضرتك تطرقت ليها، سواء الأزمات الصحية، قطاع الصحة، ما هو المتوقع لقطاع الصحة، وما هي التوصيات التي ينبغي أن تؤخذ بشأنه، التغير البيئي. يمكن السادة المشاهدين لازم يتعرفوا إن إحنا بنعيش في شرم الشيخ، بنعيش أجواء غريبة جدا، جو شديد الحرارة، ورغم ده في أمطار شديدة تهطل. دي مظاهر للتغير المناخي اللي احنا بنتكلم عليه، واللي هيطال كثير من بقاع العالم، واللي هيبقى متحكم في كثير من متغيرات الامور. بتتكلم على الاقتصاد والقدرة على تحقيق معدلات النمو المطلوبة، العودة الى معدلات النمو. عايز اوقفك، هل تتوقع انت، طبعا انا بتابع جدا مجلة السياسة الدولية والاعداد الخاصة اللي بتطلعوها ومجلة الديمقراطية، وحاجة رائعة وكتابات رائعة للغاية دسمة، هل تتوقع ان يستطيع العالم العودة الى معدلات النمو الاقتصادي المختلفة، وان تتضافر الجهود اقتصاديا الدول الاخرى؟ حدثني عن الخارج بره مصر، انت شايفينها ازاي؟ لابد من تفهم المنطلق المصري لتحقيق المكسب للجميع، منطلق الخير والحق والجمال، منطلق يقوم على المبادئ الأخلاقية في التعامل مع كافة مناحي الحياة، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الصحة، في مجال البيئة. خلي بال حضرتك ان السياسة الخارجية المصرية اتبعت منهج للاشتباك مع قضايا نوعية، مش قضايا امن وتحديات امنية تقليدية بس، لكن انت بتتكلم على تحديات غير تقليدية باتت تواجه الدولة المصرية، مش ارهاب بس، لكن جائحة زي جائحة كورونا، تداعيات الفساد، تداعيات استمرار هذا الحال من عدم التوازن في معدلات النمو بين دول العالم. حتى في جائحة كورونا حضرتك بتشوف النماذج، سيطرة العالم المتقدم على اللقاح وعدم الرغبة في توصيله بصورة عادلة لكافة دول العالم. إذن أنت تتحدث عن عالم ما زال ينصر إلى الجنوب بنظرة فيها قدر من تحقيق المصلحة. وهنا الدور المصري الرائد اللي هي بتعمله عبر وزارة الخارجية وعبر الدبلوماسية الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نقل الصورة الصحيحة لحق الشعوب في الجنوب، خاصة شعوب القارة الأفريقية، في أن يحصلوا على حقهم العادل من التنمية المستدامة والشاملة وفقا لمخططات القارة 2063، ووفقا لمخططات الدولة المصرية نفسها 2050 المتوافقة مع خطط التنمية للأمم المتحدة. العالم كله في هذه اللحظة مطالب بالاهتمام. يعني احنا شفنا مؤتمر المناخ COP26، وهنستضيف هنا في شرم الشيخ السنة الجاية COP27 في نوفمبر القادم. انت بتتحدث عن دولة اصبحت هي الشريك الاستراتيجي للعالم في ادارة العديد من الملفات، بالاضافة الى القضايا التقليدية اللي بتنهجها الدبلوماسية المصرية في التعامل معها. لا، الدولة المصرية باتت مشتبكة وتحاول أن تصل بالعالم إلى هذه اللحظة المثالية الأخلاقية، لأن هذه هي المبادئ اللي استطاعت أن ترسخ مكانة الدولة المصرية بين شعوب المنطقة وبين دول العالم التي احترمت هذا التوجه. دور الأمم المتحدة خلال العام القادم، الأمم المتحدة هتعمل إيه في كل هذه المشاكل وفي المناخ والتغيرات المناخية والمطالبات من الكثير من الدول النامية لدول المتقدمة ان هي تشيل دورها بقى؟ يعني تشيلي شلتك معانا في التغير المناخي وفي المشاكل البيئية وايضا مشاكل الاقتصاد. الصين هتعمل ايه؟ امريكا هتتحرك ازاي؟ دور الامم المتحدة في، مش هتحقول التحكم، ولكن على الاقل في وضع او تمهيد الطريق للتقدم والتغلب على ما حدث للعالم بعد الجائحة. فلسفة الأمم المتحدة كانت قائمة من الأساس يا أستاذ محمد وحضرتك عارف الكلام ده، على تحقيق السلم والأمن والتعاون الدوليين. فلما تيجي تبص إلى الحال اللي وصله العالم النهاردة، تعجز معاه المنظمة عن التدخل الفعال في العديد من الإشكاليات. في بعض الأحيان تدخل المنظمة بيكون لمصلحة الدول الأقوى على حساب الدول الضعيفة، ومن ثم ده بيرتبط بالتصورات اللي باتت تطالب بيها دول الجنوب في ضرورة إدخال إصلاح هيكلي سواء على نظام الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على نظام مجلس الأمن
لضمان تواجد فعال للشعوب والدول التي لا صوت لها والتي لا تستطيع الضغط بما يكفي في قلب أروقة المنظمة، لأن حضرتك ممكن في اجتماع الجمعية العامة اللي بتاخد فيه القرارات التي تدين سياسات وتوجهات دولية كبيرة، وناخد مثال القضية الفلسطينية، الجمعية العامة الأمم المتحدة يعني تناصر القضية الفلسطينية from A to Z كما بنتكلم، انما على ارض الواقع لما تيجي تقيس الفاعليه بتاعت هذه القرارات مجلس الامن بيتوقف امامها وبيقف حائط صد امام تطبيق فاعليه هذه القرارات. اذا انت بحاجه الى مزيد من الاصلاح الهيكلي، وده امر لازم نلتفت ليه وننتبه ليه، اصلاح هيكلي حقيقي في اروقه الامم المتحده يرتبط بمزيد من التفهم والضغوط على دول العالم المتقدم لكي تكون اكثر عداله ومرونه في الاستجابه لمطالب الشعوب الناميه، خاصه ان بات هناك تفهم من خلال استخدام منتدى شباب العالم كأداة للقوى الناعمة المصرية في لفت نظر شباب العالم ان هناك صوتا اخر يتحدث لهم بكل العقل بكل الشفافية بكل الوضوح عن مشاكل يمكن ان تؤثر في مسار المستقبلي لشعوب الدول المتقدمة. بالظبط كده، شعوب الدول المتقدمة مع شعوب الدول النامية. خدني لسؤالي الاخير معاك قبل ان نعود الى الزميلة لبنى في الاستوديو. سؤالي الاخير ليك، ما الذي تتوقعه من توصيات من هذا الشباب في هذا الانعقاد الرابع Back Together، العنوان بتاع العودة معا أو نعود معا، ده بيوحد الشباب بقوة شديدة جدا. إيه اللي انت بتتوقعه من توصيات؟ يعني حضرتك شفت الثلاث منتديات الأولى انطلقت وانتهت إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بإحياء فكرة تأصيل دور الشعوب الأفريقية، إبراز التجارب التنموية للشعوب الأفريقية، فكرة الانتربرنور اللي طرحت، مبادرات رجال الأعمال اللي طرحت لدعم توجهات العمل للقطاع الخاص والشباب القطاع الخاص في الدول القارة الأفريقية. إذا أنت تتحدث عن توصيات عملية تستجيب للإشكاليات التي تطرح. لما بنشوف ورش العمل اللي شغالة بقالها يومين، لا متوقع أن تصدر توصيات مهمة فيما يتعلق بدور الشعوب في وشباب العالم في التكاتف من أجل تحقيق العدالة في مواجهة الإشكاليات الجديدة وتحديات الأمن الجديدة كتغير المناخ ككورونا وما هو متوقع من جوائح كثيرة متوقعة أن تصيب العالم نتيجة هذا التحول الكبير في البيئة والتغير في التنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي نفسه بات مهددا في الفترة الأخيرة. إذا أنت تتحدث عن تحديات يمكن لهذا الشباب الذكي أن يتعامل معها في المستقبل، أن تخلق دوائر معينة من التخصصية في معالجة قضايا كالإرهاب، قضايا كنقل التكنولوجيا، قضايا كمكافحة الفساد، مع مزيد من التأكيد على هوية مصر الإفريقية والعربية في طرح بعض التوصيات التي تمس شباب القارة الإفريقية والمنطقة العربية. الزميل العزيز الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في هذه الفقرة، وبشكر حضراتكم على المتابعة من شرم الشيخ، واستعدوا للمتابعة المستمرة من الحياة اليوم. الزميلة العزيزة لبنى عسل تنضم إلينا في التغطية منذ الغد معاكم من قلب شرم الشيخ، هنتابع معاكم كل الجلسات، هنتابع معاكم وهنقابل الضيوف، التوصيات، ماذا يحدث وماذا يقول شباب العالم عندما يعود معا ليتحدث إلى القادة من قلب شرم الشيخ. أعود إليك الزميلة لبنى عسل. شكرا جزيلا يا شيردي، وان شاء الله اشوفك بكره على كل خير باذن الله. بشكرك ونتقابل بكره باذن الله يا رب، ونقابل طبعا كل مشاهدين الحياه اليوم زي ما قال شيردي، ان شاء الله تكون تغطيه مستمره وتفصيليه لكل فعاليات المنتدى. سؤالي الاخير، وعيد طبعا الترحيب باستاذ اسلام عوض الكاتب والمحلل السياسي، يعني طبعا لسه في كلام كتير هيتقال على المنتدى وفعالياته وجلساته، لكن هل نقدر دايما نقول في مؤشرات كده او مقاييس للنجاح لاي حدث بيتم تنظيمه على هذا المستوى بحضور يعني كثيف ومتنوع بهذا الشكل؟ طيب، هو يعني المؤشرات التي تدلل على النجاح الباهر الذي حققه منتدى شباب العالم والذي حققته يعني الأكاديميات الشبابية وتنشئة شباب الأحزاب وشباب برنامج الرئاسي. ليه؟ لأن كل المجموعة دي هي من يعني عملت في أول الأمر على يعني اعداد مثل هذا يعني العرس العالمي الذي نحن بصدده الان. منتدى شباب العالم
من ضمن المؤشرات التي يعني تبرهن على النجاح الباهر الذي حققه، أولا هو الإقبال الرهيب الذي يعني نراه في شباب العالم، 196 دولة، دول العالم، جميع دول العالم، الشباب بها وبمصر يعني يسعون جاهدين لأن يكونوا ضمن النسخ الخاصة بمنتدى شباب العالم. 500,000 شخص شاب دخل على المواقع الخاصة بالمنتدى وقام بتسجيل بياناته، والمراحل الخاصة بالتسجيل هي مراحل يعني للعلم، ليست بالسهلة، يعني ليست بأنك تقوم بإدخال بيانات اسمك ورقم بطاقتك وينتهي الأمر إلى ذلك، لا، هناك يعني أمور فنية دقيقة يعني تؤكد أن 500,000 الذين تقدموا وسجلوا بياناتهم هناك وراءهم ما يزيد عن 2-3 مليون يعني تعثروا في استقبال أمور التسجيل بالطريقة الفنية الموضوعة لهذا البرنامج الخاص بالتسجيل. أيضا يعني هناك أيضا مؤشرات قوية للغاية أن المنتدى لم يعتمد في بدايته وحتى الآن على ميزانية خاصة به، على إنفاق خاص من ميزانية الدولة، وهذا أمر هام للغاية. المنتدى لا يكلف الميزانية الخاصة بالدولة المصرية أي مبالغ يعني مالية تنفقها عليه الميزانية الخاصة بالدولة. المنتدى بني على فكرة أن نجاحه سوف يجلب سبونسر من البنوك ومن الشركات الاستثمارية ومن يعني الشركات الدولية والعالمية، سوف تكون هي الراعية لهذا المنتدى. وعندما نقيم عمل يعني نقيمه من خلال السبونسر الكثير الذي يتهافت لأن يكون راعي لهذا المنتدى. والمؤشر الذي يدل على ما أقوله أن المنتدى يعلن في نسخته الرابعة اليوم، أعلن المنتدى أن المنتدى تبرع ب50 مليون جنيه من المبالغ الاسبونسر الخاصة بالرعاية الخاصة بالمنتدى والأرباح التي حققها المنتدى، يتبرع ب50 مليون جنيه من يعني لتنفيذ المبادرات التنموية التي يعني تعمل على أرض مصر وتحقق على أرض مصر. طبعا ده يبرهن أن هذه المنصة العالمية يعني النجاح الذي تحققه يزداد ويزداد، ويعني نرى الآن جميع الشباب من جميع دول العالم يتهافتون على دخول المنتدى. أيضا أن نقوم بإدخال التقنيات الحديثة حتى يعني نعد الشباب على الفكر الذي يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينتقل بنا من وإلى الجمهورية الجديدة في يعني استخدام هذا الفكر، التكنولوجيا الحديثة. هناك في يعني القاعات روبرت يقوم بتعقيم جميع القاعات الخاصة بالمنتدى. أيضا هناك روبرت يقوم بقياس درجات الحرارة لجميع يعني يعني الذين سوف يكونون مشاركين في هذا المنتدى. أيضا هناك روبوت سوف يقوم بتقديم الأطعمة والمشروبات والمأكولات إلى جميع يعني الحاضرين في المنتدى. أيضا هناك بوابات لها تعقيم ذاتي، تعمل بتعقيم ذاتي، بوابات حديثة من أجل منع عدم انتقال أي إصابة إلى أي من الحاضرين المنتدى إذا كانت هناك إصابة طارئة أصابت أحد المشاركين. كل هذه التقنيات الحديثة وكل هذا الاهتمام الدولي والعالمي والاهتمام من جانب المؤسسات الاستثمارية الكبرى العالمية والمحلية والدولية على جميع المستويات يؤكد أننا أمام يعني نجاح باهر لم يكن أحد يتخيل أنه سوف يتحقق في هذه المنصة الشبابية العالمية التي دشنتها مصر ودشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونحن يعني ننتهز هذه الفرصة أن نتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة المنتدى من جديد بعد أن توقف عامين بسبب ظروف جائحة كورونا. ويعني الآن نحن نؤكد أن مصر بدأت في أن تجهز لاستقبال الأفواج السياحية واستقبال جميع الوفود السياحية على أرض مصر، ونحن سوف نوفر لهم
جميع الإجراءات التي تحفظ حياتهم والتي سوف يعني تحافظ على صحتهم في الدولة. بالإضافة لزخم الجلسات والمشاركات والأفكار كمان، وصولا لتوصيات المنتدى اللي هنتابع كل تفاصيله إن شاء الله بكرة من شرم الشيخ. هكون أنا وزميلي العزيز شردي مع حضراتكم نقرب أكتر من فعاليات المنتدى ومن المحاور اللي هيتم مناقشتها مع الضيوف طبعا المشاركين. كل الشكر لحضرتك أستاذ إسلام عوض الكاتب والمحلل السياسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويعني مرة تانية بالتأكيد خبر وفاة الإعلامي الزميل والصديق طبعا وائل إبراشي هو خبر بالتأكيد يعني ليه وقع حزين في نفوسنا، فمرة تانية البقاء لله، كل التعازي طبعا للأسرة وللأصدقاء ولكل متابعي الإعلامي وائل إبراشي، الله يرحمه الله يرحمه. في عندنا كمان نعي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي نعت ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي والذي وفاته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة. تقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وشركائها وإصداراتها التابعة بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. ده كان بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وصلنا كده مع حضراتكم لنهاية حلقتنا، لكن للحديث بقية عن المنتدى وفعالياته بكرة إن شاء الله من شرم الشيخ والافتتاح الرسمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. شوف حضراتكم على كل خير بإذن الله.